طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في جلسة جديدة من جلسات مؤسسة الباحثين السودانيين. اليوم الأحد 9 أكتوبر 2022. يسرنا ويسعدنا جدا جدا أنه أخيرا قدرنا نطلق التقرير واقع البحث العلمي في السودان حتى العام 2020. المشروع ده طبعا مشروع طال يعني الأمد فيه والشغل فيه، وهو بقيادة الأستاذ سلمى صديق اللي حتعرفكم عن نفسها بعد شوية. وشارك في المشروع يعني فريق بتاع عمل ممتاز جدا من الباحثين والباحثات، لكن زي ما قال الله سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. الكتاب الوحيد اللي لا ريب فيه هو المصحف والكتب السماوية، لكن كل الجهد بتاعنا المقدم هنا ده والناس الكتار اللي اشتغلوا خلف الكواليس ديل هيكون ناقص بكل تأكيد. فالناس منفتحين جدا ومستعدين يسمعوا النقد منكم. والتقرير كما هو واضح في العنوان بتاعه هو التقرير الأول، يعني التقرير الأول ده جهد الناس الموجودين حاليا ديل اللي هيقدموا وهتغيب عنها دكتورة أميرة، لكن التقارير الجاية ده لازم يكون كل الناس داخلين فيه. أنا نور فتح الرحمن أحمد ضفع الله، مؤسس الباحثين السودانيين، أستاذ مساعد لعلوم الحاسب الآلي، وباحث في مجال الأمن السيبراني والخصوصية. أنا سعيد بكم جدا، وإن شاء الله حتبدأ الأستاذة سلمى تدي أوفر فيو عن المشروع. مش كده؟ أنت عاملة أم ميوت لنفسك؟ يا كنت على الميوت. مرحبا بك يا دكتور أنور وجميع الموجودين معنا في زوم، وبرضو اللي بيتابعونا من اللايف في فيسبوك، أهلا وسهلا بكم في الحدث المهم جدا اللي هو إطلاق تقرير واقع البحث العلمي النسخة الأولى. سعيدة بكم، وحأبدأ أول حاجة بعرض المفهوم العام للمشروع والأهداف وما إلى آخره. ممكن أحمد تعمل شيء؟ أنا شير، تفضل. يا واضح، ممكن تمشي للسلايد الثاني لو سمحت، لعرض الأهداف العامة للمشروع. طبعاً دي الأهداف العامة للمشروع ككل اللي هو واقع البحث العلمي في السودان، وليس مقتصراً فقط على النسخة الأولى من واقع البحث العلمي. فبالتالي الأهداف العامة للمشروع هي في البداية تقييم الوضع الحالي لبيئة البحث العلمي في السودان، وما هي برضو إنجازات منظومة البحث العلمي، والمقومات والتحديات اللي بتواجهها المؤسسات البحثية لإنتاج البحث العلمي، وبرضو عاوزين نعرف الشراكة الموجودة، الشراكة الحالية الموجودة بين المؤسسات البحثية والقطاعات، يعني سواء المؤسسات البحثية فيما بينها، وهي برضو المؤسسات والشراكات بينها وبين القطاعات سواء العامة والخاصة اللي هي غير أكاديميك، وبرضو مؤهلات وتحديات الطلاب بمختلف أطيافهم من بداية من الباتشلر وحتى طلاب الدكتوراه، وتحدياتهم ومؤهلاتهم اللي بيحتاجوها لإنتاج البحث العلمي، وبرضو البحوث المنشورة نوعيتها وكميتها برضو، وهي كيف السايتيشن بتاعها والويتد بتاعها في سواء في منظور محلي أو في منظور عالمي، وبرضو المنح التي تم الحصول عليها لإنتاج البحث العلمي، وكيف يعني وين صرفت وفياتو بحوث تم، يعني هل هي مشت لمكان الصحيح وتم إنتاج بحوث بالمنح دي وتم الاستفادة منها يعني بشكل الأمثل، وبرضو تأثير الامباكت ولا الافكت بتاع المؤسسات البحثيه في عمليه التنميه المستدامه العامه في البلد في السودان، وبرضه تصنيف الجامعات، لانه تصنيف الجامعات خصوصا احنا عندنا بس التصنيف اللي هو الخارجي اللي هو يعني بمعايير عالميه، فعاوزين نكون عندنا نحن التصنيف خاص بالسودان في المؤسسات حقت السودان لوحدها، ويكون التصنيف مبني على المنتوج العلمي والإنتاج البحث العلمي في السودان، لأنه في إنديكيتورز كثيرة للتصانيف البرة
بتكون خاصة بعض المرات بالبنية التحتية مثلا للجامعة، بتكون للويب سايت في الجامعة، وبيكون في معايير كثيرة نحن أصلا نفتقرها في السودان. فبالتالي طبيعي جدا الوضع، أو طبيعي الوضع بتاع أو موقف المؤسسات البحثية في السودان، لأنها هي كلها تفتقر لحاجات كثيرة بتخلينا ما بننافس في الانديكيتورز بتاعت التصنيف العالمي. ولكن نحن لو عملنا مثلا شفنا شنو الانديكيتورز اللي بتهمنا، شنو الانديكيتورز اللي بتخلينا نعمل تصنيف للجامعات داخل السودان، اللي هي حتكون مبنية على البحث العلمي وعلى انديكيتورز هي بس خاصة بالجامعات في السودان. وأخيرا وليس آخرا، حتكون برضو يعني من الأهداف إنه نعرف المقارنة بين الجامعات الحكومية والجامعات الخاصة، برضو من باب البحث العلمي، من التحديات، من المنتوج العلمي وما إلى آخره. بالنسبة للمخرجات المتوقعة للمشروع، يعني في النهاية لما نحن نقول، يعني لما نحن طبعا ما حنوقف المشروع إلا نقول خلاص دي المخرج، يعني ما حنكتفي وحنظل نحن نصدر تقارير واحد تلو الآخر لحد ما نكمل المخرجات المتوقعة للمشروع، لا وهي تقييم كمي لحالة البحث العلمي. طبعا ما حنقدر نحن نشمل كل الجامعات في السودان، بعض المرات بيكون عندنا لاك للمعلومات في جامعات معينة ما بيكون عندنا لها أكسس، ولكن نقول أغلب الجامعات في السودان بمعايير معتمدة عالميا. برضو تقييم كمي ونوعي لتحديات البحث العلمي في السودان، ما أكيد التحديات في السودان ما بتشبه أي تحديات دولة تانية، لكن أكيد نحن حنستفيد برضو من التحديات ومن من التقييم برضو بتاع التحديات وبرضو المشاكل ومن كل الحاجات اللي بتواجه البحث العلمي في السودان، من حيث طبعا حاجات كثيرة من ضمنها السياسات والتشريعات والبنية التحتية والموارد المالية والإدارة وما إلى آخره. برضو نحدد الأسباب الرئيسية اللي أدت لتدهور البحث العلمي في السودان، استناداً على تحليل دقيق للبيانات أساساً نحن مستقينها، أو على خلفية إحنا جايبين المعلومات دي من الباحثين السودانيين الموجودين من داخل السودان. وأخيراً توصيات، عاوزين نعمل توصيات دقيقة وأكشن بلانز نديها لصناع القرار وللمؤسسات والجامعات، الجامعات والمؤسسات البحثية في السودان، بحيث إنه دي التوصيات اللي إحنا شايفينها عشان ما نحن ننخض أو نحن نوجه أو نسوق مسار البحث العلمي في السودان ل يعني نضعه في طريقه الطبيعي له، أو نقومه كيف نحن ننهض بالبحث العلمي في السودان. زي ما قلنا دي المخرجات المتوقعة للمشروع ككل، وليس اللي نحن متوقعينها بس بالتقرير الأول. طبعا لكل مشروع لازم يكون فيه بداية، ودي بداية وأنا أظن إنها هي مبشرة جدا، بحيث إنه قدرنا يا داب نتلمس شوية من، يعني عرفنا نحن مفترض نحن في المرات القادمة نغطي النقاط وين، كيف نحصل يكون عندنا أكسس لمعلومات معينة في جهة معينة، حنعمل شنو برضو لقدام وما آخره. فدي بدينا، وإن شاء الله دي حيكون يعني حاجة كويسة جدا لقدام. وندخل تاني حنعرض بعد شوية طريقة مختصرة بصورة مختصرة يعني ما يحتوي عليه التقرير، وحنبدأ مع دكتور أو باش مهندس أحمد داود حيعرض لنا استراتيجية التعليم العالي في السودان. تفضل يا باش مهندس. السلام عليكم، مساكم الله بالخير توقيت السوداني، وإحنا صبحنا الله بالخير في كوريا. معكم أحمد داود، باحث وطالب دكتوراه في جمهورية كوريا الجنوبية في الجانب بتاع الداتابيز والبايو انفورماتيك في الدكتوراه. أنا إن شاء الله هتكلم اليوم عن موجز استراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي في السودان 2020-2030. الاستراتيجية التعليم العالي كانت نشرت في الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم العالي في يوليو 2020، وتم إعدادها هذه الاستراتيجية عشان تكون هي استراتيجية عشرية، يعني 2020 ل 2030 لإصلاح القطاع التعليمي العالي والبحث العلمي، وتم إعدادها عن طريق البنك الدولي ووزارة التعليم العالي في إبريل 2020 تم إنتاجها.
وانا الحمد لله لحظي كبير جدا قبل ما اتكلم في اجازه الاستراتيجيه، انا واحد من الناس كنت حاضر التدشين بتاع الاستراتيجيه في الوزاره في القاعه، فحتى واحده من الحياه الاسوده كان في حضور كبير جدا من كل مدراء الجامعات، وكان في رأس الجلسة كانت البروفيسور محمد الأمين التوم وزير التربية والتعليم، هو كان رئيس الجلسة وبروف الفحل، وممثل الوزارة هو العرض الاستراتيجية. قبل ما نبدأ إحنا هنعمل بس إيجاز للاستراتيجية، ما تغيير لنا إحنا الاستراتيجية في إيش، أنا هوجز بس للاستراتيجية، لأنه إحنا حاليا ما قادرين نقيم الاستراتيجية ولا عندنا القدرة نقيم الاستراتيجية الآن. وغير كده في مشكله كبيره جدا في الاستراتيجيه، انه ما في ارقام او ما في ايفيدنس او حاجه نقدر نطلع منها كي بي اي او افعال او اكتيفيتيز حاجه يعني نقدر نطلع منها اي بي اي عشان نقدر نشوف حاصل فيها شنو. نبدا في خلاصه الاستراتيجيه، تم تلخيصها في 9 نقاط: ضعف التحصيل العلمي في البلاد، تم يعني إعداد المؤسسات التعليم العالي عموماً والالتحاق بها في تدني كبير جداً في الفئة المستهدفة، مش عارفين أول الفترة اللي فاتت دي بالأوضاع السياسية بحاجات كثيرة جداً، في تدني كبير جداً في الأعداد الملتحقة بالتعليم العالي، ضعف الموارد المتاحة، دي طبعاً كلنا عارفينها لأنه شغالين في الجامعات السودانية، وعدم تناسبها مع أعداد الطلاب، يعني القاعة تكون العدد كبير جداً بتاع الطلبة والإمكانيات على القاعة تكون صغيرة جداً. وحياه كثيره ضيقه مثال فقط. عدم توفير معينات التدريس والتعليم الحديث والانترنت، وضعف البيئه التعليميه والدراسيه والجامعيه، واستخدام محدود لوسائل التعليم الحديث، والاعتماد عن طرق التدريس التقليديه. انتل لحد الان معظم الجامعات ومعظم الاساتذه بيحبس الطريقه التقليديه، احنا ما بنقول الطريقه التقليديه هي كيف، لكن احنا دي واحده من الريبورتات والسيارات طلعت من الاستراتيجيه. غياب مقاييس ومعايير الجودة على المستوى المؤسسي والبرامجي، وغياب أو عدم فعالية لجان ضمان الجودة بالمؤسسات، عدم ملائمة البرامج الأكاديمية لحاجة السوق العمل والمجتمع، ما أدى إلى زيادة معدلات البطالة بين الخريجين، ضعف مجالس المؤسسات وعدم فعاليتها مما أضعف الحوكمة استغلالية المؤسسات ومرونة التسيير والتخطيط الجيد، ضعف تفاعل المؤسسات مع مجتمعاتها ومساهمتها في برامج التنمية المحلية، وعدم تمايز المؤسسات وسوء توزيعها الجغرافي. طبعاً دي إشكاليات كبيرة جداً. ضعف مخرجات البحث العلمي خاصة في مجال التجديد والابتكار وإيجاد المؤسسات ذات القيمة المضافة العالية. دي الخلاصة بتاعت التحديات والواجهة الموجودة الآن في السودان حسب الاستراتيجية. رؤية القطاع التعليم العالي والبحث العلمي في أفق حد وقد يوصل 2030 المفروض يتم تحقيقه على حسب الاستراتيجية. أولا، تطوير منظومة تعليم عالي وبحث علمي قادر على إنتاج المعرفة والعلوم والتقانة ونشرها وتطوير الكفاءات والمهارات وترسيخ قيم ثقافة المبادرة والإسهام في تنمية المجتمع. ثانيا، أن يكون الطالب محور أنشطة منظومة التعليم العالي والبحث العلمي. ثالثا، أن تحقق المنظومة أهدافها في بيئة جامعية متكاملة تضامن وفقاً لمعايير العالمية. رابعاً، تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي تستجيب لمتطلبات سوق العمل والمجتمع. خامساً، أن تتوفر المنظومة الموارد لتطوير مستويات مخرجاتها باستمرارية، وأن تتكون من مؤسسات مستغلة متفاعلة مع مجتمعاتها المحلية والقومية منفتحة إقليمياً وعالمياً. سادسا واخيرا، ان تكون منظومه جيده للحوكمه والمساءله تنشط الجوده من مخرجاتها وتعمل باستمراريه توظيف التقنيه الحديثه في كافه انشطتها لتحقيق التميز وتحفيز الابتكار والمساهمه بشده في تحقيق التنميه المستدامه محليا وقوميا واقليميا وعالميا. هنا دي الرؤيه المفروض يتم تنفيذها او تحقيقها في خلال 10 سنين من 2020 ل 2030 من قبل القطاع التعليم العالي والبحث العلمي. التحديات الان اللي تواجهت القطاع التعليم العالي في السودان بعد ثوره ديسمبر المجيد تحديدا عديده محور حول تحديث منظومه التعليم العالي والبحث العلمي وتطويرها،
احنا يجب فهم التحديات في سياق المتغيرات العالميه المترابطه بالعولمه وتطوير التقني، لانه العالم فورورد ماشي سريع جدا. احنا عشان نقدر نحاول نحصله دي اشكاليه كبيره جدا. احنا في القرن 21 بصوره اساسيه الاقتصاد كله هو اقتصاد معرفي ومبني على المعلومات ومعالجه المعلومات بشكل سريع جدا عشان تقدر تتخذ قرارات عالميه في تنميه الثروه وتحقيق التنميه الاجتماعيه والاقتصاديه المستدامه. دي التحديات بعدهم الكبيره جدا الان تواجههم. اهداف الاساسيه للخطه الاستراتيجيه للتعليم العالي والبحث العلمي تمثل في الاتي: واحد، ان تحقق منظومه التعليم العالي والبحث العلمي اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه بالبلاد، ان تستجيب للمصالح والاحتياجات والطموحات المجتمعيه التي تضمنتها شعار ثوره ديسمبر المجيد، تحقيق الملائمه بتوفير التعليم العالي على المستوى القومي، استدامه الموارد المحدوده المتاحه، استخدام الموارد المحدوده المتاحه بكافه وفعاليه تحقيق المساواه والمساءله في انفاق الاموال العامه، تحسين جوده البرامج الاكاديميه بما في ذلك التعليم والبحث ونقل التقنيه وتوطينها في كل مكونات القطاع وملامتها من سوق العمل. الاطار الاستراتيجيه تم سرده في 4 محاور. المحور الاول تعزيز المساواه في الالتحاق وتحقيق فرص النجاح العادلة لجميع المواطنين الذين يسعون إلى اكتساب الإمكانيات والمعرفة من خلال برامج التعليم العالي والبحث العلمي، مع القضاء على جميع أشكال التمييز غير العادل وتعزيز الإنصاف والعدالة. ثانيا، تلبية احتياجات التنمية بالبلاد من خلال برامج تعليم وتعلم وبرامج بحث علمي جيدة للتخطيط ومنسقة، ما في ذلك توفير احتياجات العمالة الماهرة للأنشطة الاقتصادية المتنامية التي يمكن أن تعمل في بيئة عالمية حيوية وعالية التنافس. ثالثاً، دعم السلام والديمقراطية وثقافة حقوق الإنسان من خلال البرامج التعليمية والممارسات التي تؤدي إلى الخطاب النقدي والتفكير الإبداعي والتسامح الثقافي والمشاركة والالتزام بنظام اجتماعي إنساني عادل وغير نوعي. رابعاً، المساهمة في النهوض بجميع أشكال المعرفة والدراسات بشكل خاص معالجة مشاكل السلام والتنمية والتنوع وتلبية حاجات المجتمعات المحلية والولائية والقومية، التمسك بمعايير صارمة للجودة الأكاديمية. محاور الخطة الاستراتيجية شملت زيادة الالتحاق وفي نفس اللحظة الالتحاق العادي، تحقيق العدالة والإنصاف في الالتحاق بمؤسسة التعليم العالي، وإتاحة الوصول إلى التعليم العالي للجميع بغض النظر عن العرق أو النوع أو العمر أو العقيدة أو الدين أو الطبقة أو الإعاقة أو التوسع والتوسع في الالتحاق بمؤسساتها. التمايز والتنوع المؤسسي، تحسين جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي وإعداد الخريجين بمهارات والكفاءات اللازمة، وتلبية احتياجات الموارد البشرية لريادة مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة بالبلاد. ثالثاً، ضمان الجودة والملائمة، إيجاد سياق مؤسسية وتنظيمية جديدة وضمان التنوع في الهيكل التنظيمي والمؤسسة لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي من خلال رسالة المؤسسات وتمايز برامجها لتلبية الاحتياجات المحلية والقومية في التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة والملائمة مع سوق العمل. خامساً، تعزيز قدرات البحث العلمي ونقل المتغانة، بناء قدرات بحثية عالية والمستوى لتلبية احتياجات البحث العلمي لإنتاج المعرفة ونقل التغانة ونشرها وتوطينها. سادساً وأخيراً، الإصلاح المؤسسي لاستدامة التمويل، إصلاح المؤسسات التعليم العالي من خلال الحوكمة، حسن الإدارة وتحسين سياق التمويل والتعاون والشراكات. زي ما ذكرت، احنا عملنا إنجاز وتلخيص للخطة الاستراتيجية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان 2020-2030، اللي تم إطلاقها في يوليو 2020 في وزارة التعليم العالي في القاعة. هي كانت مرفوعة في الموقع الإلكتروني في وزارة التعليم العالي، وعندنا نسخة منها إذا أي شخص حاب يستفيد أكثر في الدراسة. يمكن احنا نقدر نساعده في الوصول للمحتوى، يقدر يفيدنا فيها اذا عنده اي اضافات اخرى. ده ما عباره عن اي تقييم، ده عباره عن سرد للواقع الموجود في الاستراتيجيه. وننطلق، تفضل يا دكتور سلمى، المايك معك. شكرا جزيلا يا باشمهندس احمد، شكرا جزيلا. ممكن تعمل ليف للسكرين؟
نشكر باشمهندس أحمد على عرض بشكل مختصر لسياسة واستراتيجية البحث العلمي في السودان والأولويات المطلوبة من 2020 وحتى 2030 اللي هي طالعة من المؤسسة اللي بتليد البحث العلمي في السودان. بالنسبة لتقرير واقع البحث العلمي، هو بيتكون مينلي من ثلاثة أقسام. القسم الأول واللي هو عرض للسياسة والاستراتيجية البحث العلمي زي ما وضح لنا الباشمهندس أحمد. برضو الموضوع الثاني اللي هو واقع البحث العلمي على حسب قواعد بيانات عالمية سايبال وسكوبس. وأخيراً اللي هو واقع البحث العلمي كما يدركه الباحث السوداني، وده كان بودنا إنه دكتورة أميرة تكون موجودة حتى تعرضوا لنا، ولكن إنه حنشغل لها تسجيل صوتي بحيث إنه برضو معلش يا سلمى، شايف دكتورة أميرة ظهرت. ده كلام جميل، ده خبر، تقدر تواصل هاي. نعم. ده خبر سعيد جدا إنه دكتورة أميرة انضمت لنا، فحتعرض لنا برضو بشكل مختصر واقع البحث العلمي كما يدركه الباحث السوداني. بالنسبة لي overview أو لمحة عامة لواقع البحث العلمي في السودان على حسب قواعد بيانات عالمية، يعني إحنا جبنا المعلومات دي من مواقع عالمية زي سايبال وزي سكوبس، فيها طبعاً بس مدرجة فيها، يعني الكلام الواضح هسه حالياً أو الديتا أو المعلومات الموجودة على المنتوج العلمي السوداني الموجود في قواعد البيانات العالمية. طبعاً بداية ده بيضم بشكل كبير بس المنشورات اللي اتنشرت في مجلات عالمية، وبرضو المنشورات اللي اتنشرت باللغة الإنجليزية. ده معناته إنه في منشورات كثيرة جداً منشورة داخل السودان لسه ما عملنا لها حصر، والحاجة الثانية المنشورات برضو باللغة العربية في كثير من المجالات بتتنشر باللغة العربية لكن لسه دي ما حصرناها، لكن عرفنا إنه ليه قدام أكيد نحن حنشملهم في اللمحة الكلية للمنتوج العلمي في السودان. بداية المنتوج العلمي الموجود في قواعد البيانات العالمية من ما وجد وحتى سنة 2020 اللي هو بموجب حوالي 8420 منتوج أو publication، عدد الاقتباسات برضو موضح، متوسط الاقتباسات لكل منشور، والfield weighted citation impact general زي ما قلنا من البداية وحتى سنة 2020، وعدد المؤلفين تقريبا 8000 مؤلف. نجي برضو للمنشورات العلمية هي ذاتها بلمحة عامة. المنشورات العلمية السودانية في أعلى 10% أكثر اقتباس في العالم هي بنسبة 7.7%. بالنسبة للمنشورات العلمية السودانية في أفضل 10% مجلات، يعني أفضل 10% من المجلات المنشورات العلمية اللي اتنشرت فيها كانت بنسبة 16.9. بالنسبة للتعاون الدولي كبير جداً بنسبة 72 أو نقول 73. وبالنسبة للمنشورات العلمية الصادرة لتعاون ما بين المؤسسات البحثية والشركات كانت بنسبة قل من 2%. هنا لمحة بسيطة للمنشورات العلمية عبر السنوات. بداية هنا ما في أي ريكورد، نقول من سنة نهاية التسعينات لحد نقول 2000 كان في تزايد كبير للمنشورات، وشايفين هنا البيك وصلت في سنة 2020. طبعاً ده البحث لحد 2020، فنحن لسه ما يعني ما عرضنا هنا، ما واضح ما بعد 2020 كيف الترند ماشي بتاع المنشورات العلمية عبر السنوات. تاني برضو المنشورات العلمية على حسب السبجكت، هنا بيوضح لك لو قلنا إنه السبجكت أو كل العلوم دي إذا كانت كلها هي 100%، فحنشوف إنه أعلى نسبة منتوج علمي طالع من السودان هو ما يختص في الميديسن. الميديسن عندنا نسبة كبيرة، بنسبة كبيرة ملحوظة، حتى بعد ذاك يليها الانجينيرينج، يليها الجينيتكس والبايوكيمستري برضو والمايكروبيولوجي and so on. لكن عاوز ألفت نظركم لأنه المنتوج العلمي في تخصص الميديسن هو leading الريسيرش في السودان كما واضح هنا. برضو هنا واضح لكم الـ output مقارنة الـ output وبرضو معاه الـ field weighted citation impact. زي ما قلنا إنه الميديسن من أعلى المواد، من أعلى subjects اللي بيتم نشرها في السودان،
يليها الانجينيرينج الاجريكلتشر والبيولوجيكال ساينس، ويليها برضو الكمبيوتر ساينس والجينيتكس والمولكيولر بيولوجي. زي ما شايفين برضو انه في بعض التخصصات الاوتبوت ما كبير لكن الفيلد ويتد سايتيشن امباكت فيها عالي، زي مثلا الكيميكال انجينيرينج، زي واضح هنا برضو الديسيجن ساينس والنيور ساينس برضو. نجي تاني للتعاون، برضو دي لمحة عامة للتعاون الموجود للمنشورات العلمية في السودان. إذا بدينا أو زي ما وضحنا قبل إنه التعاون العالمي جاء بنسبة 72 إلى نسبة 73%، ودي طبعاً تعتبر نسبة كبيرة جداً. التعاون العالمي أو التعاون الدولي كل ما كان بسيط ده بدي indication على إنه الدولة دي هي independent، لكن زي ما واضح إنه بنسبة 72 أو نسبة 73 بنسبة كبيرة جداً، فدي بتورينا إنه حتى المنشورات العلمية طالعة من السودان هي طالعة من أشخاص هم يا عندهم أو يعني عبارة عن شراكات ما بين الباحث السوداني ومؤسسة بحثية خارج السودان. نجي للتعاون الوطني، يعني التعاون ما بين المؤسسات البحثية القاعدة جوا السودان هي جات بنسبة 9.5%. بالنسبة لتعاون التعاون المؤسسي ذاته، يعني التعاون مثلا في مؤسسة بحثية واحدة لكن التعاون يكون جوا بحيث إنه كلية مع كلية مختلفة أو مؤسسة بحثية مع مؤسسة بحثية داخل المؤسسة ذاتها، فجاء بنسبة 10%، يعني أعلى بصورة بسيطة ما بين التعاون ما بين المؤسسات الأكاديمية. نجي برضو للمؤلف الفردي اللي هو من غير أي تعاون يعني سولو، دي برضه جات بنسبة عالية اللي هي زي بنسبة 7.5%. نجي بالتخصص للتعاون المؤسسات الأكاديمية ذات فيما بعضها، يعني مثلاً جامعة السودان مع جامعة الخرطوم مثلاً، دي جات بنسبة بسيطة جداً اللي هي بتقل من نسبة 2%. بالنسبة لتعاون المؤسسات الغير أكاديمية، يعني تعاون المؤسسات مع مؤسسة غير أكاديمية تانية، يعني ما جامعة مع جامعة، لا مؤسسة تانية مع مؤسسة أكاديمية، هي جات بنسبة عالية جداً اللي هي تقارب أو بنسبة 98%. أخيراً حابة أعوز أوضح لكم المؤسسات الموجودة في السودان مع المنتوج العلمي حقها والمؤلفين الموجودين في المؤسسة دي والاقتباسات اللي هو citation في كل مؤسسة. طبعاً هنا أنا بس وضحتها، يعني بس لو أنتم شايفين بس الثمانية مؤسسات الأوائل، لكن باقي الملف أو سوري باقي التيبل أو باقي الجدول موجود في التقرير، ممكن تطلعوا عليه. زي ما لاحظين مثلاً جامعة الخرطوم المنتوج العلمي حقها about 3100 publication بموجب مؤلفين 2100 والاقتباسات حوالي 30,000. نجي للمؤسسة اللي تليها طوالي بنسبة مفارقة جداً برضو في publication، هي عبارة عن جامعة السودان بمنتوج علمي 1000، أقل بنسبة كبيرة من المنتوجات بتاعت الجامعة اللي فوق ليها. لكن تاني بعد ذاك الترتيب بيكون متقارب شوية، لكن في جمب أو في بيك عالية بعد ذاك، في تاني فروقات بتتلاشى. والاقتباسات زي ما شايفين إن هي عالية زي ما قلنا 30,000. لكن عاوز ألفت نظركم، ودي برضو بترجعنا لإنه زي ما وضحت لكم قبل، في إنه المنتوجات العلمية أو البابليكيشنز الصادرة من أو في تخصص الميديسن عالية جداً في السودان. فزي ما شايفين هنا وزارة الصحة الاتحادية بالرغم من إنه البابليكيشن بتاعتها 200 من البداية لحد سنة 2020، أكيد هسه بتكون زادت، والمؤلفين حقينها برضو بساط بسيطين جداً اللي هم about 200 أو 19 مؤلف، لكن لو زي ما شايفين الاقتباسات بصورة عالية جداً تكاد تقارب الاقتباسات بتاعت جامعة الخرطوم. فدي حاجة surprising جداً إنه نحن يعني لما عيننا مثلاً للنتيجة زي دي، ليه ما نحن نكثف الجهود، نكثف الموارد، نكثف الدعم بإنه ندعم الحاجة اللي نحن أصلاً بنبدع فيها، أو أنه السودان حالياً عنده منتوجات علمية، عنده publication كثيرة في مجال معين، نحن نقوم عبر استراتيجية عبر خطط بإنه نحن ندعم النقطة أو النقطة القوية عندنا
النقطة القوية، وبرضو نقوي أكيد نقوي باقي المجالات الأخرى، لكن إحنا already عندنا indication وين السودان بيبدع، وين السودان عنده publication كثيرة، نقوم إحنا ندعم الاتجاه ده عشان إنه المنتجات العلمية بشكل عام تزيد. فدي أنا شايفاها نتيجة كويسة جدا إن إحنا تعرفنا على الحاجة دي. وطبعا في كثير من المعلومات الثانية موجودة في التقرير، أنصحكم أكيد إنكم تطلعوا عليه بصورة مفصلة. وده ختام واقع البحث العلمي في السودان بمنظور أو من حيث وجهة نظر أو من قواعد البيانات العالمية. فيما يلي حيكون في برضو ملخص لواقع البحث العلمي كما يدركه الباحث السوداني، فدي لو موجودة دكتورة أميرة فلتتفضل. أيها دكتور يلا تعالي داخل. هاي هون ده. طيب تمام تمام مين يلا. دكتور أميرة هندية أنا داخلة. هي طبعا بكل أسف عندها ظرف يعني ضاغط جدا، لكن كتر خير هتاخد يعني في تلت ساعة كده إن شاء الله تقدم، وإن شاء الله بعد ما ينتهي العرض بتاع التقرير يا أخواننا الليلة عندنا لكم عرض متكامل عن ما هي الباحثين السودانيين وكيف الناس ممكن تساعد فيها. يعني المؤسسة دي أخواننا عندها تأثير كبير جدا جدا حاليا، نتكلم على أكثر من 5,200,000 زائر للجروب بتاع الباحثين السودانيين شهريا، نتكلم على 60,000,000 زيارة، والناس اللي بيزوروا الموقع بتاع الباحثين السودانيين والفيسبوك جروب بتاعهم والصفحة والجروبات الفرعية دي الناس دائرين علم ودائرين بحث وبتاع، فديل كلهم في رقبتكم يعني يا أساتذة ويا بروفيسورات جميعا. فنحن حنوري إن شاء الله النشأة والإيفوليوشن والبروجيكس الشغالة، نوري الفلسفة برضو بتاعت المؤسسة إنها شغالة كيف، وحتى الفندنج بتاعها وكل التفاصيل الممكن أنتوا تكونوا دائرين تعرفوها على الباحثين السودانيين، لأنه من المؤسف جدا إنه يكون عندنا زملائنا في التعليم العالي في البحث العلمي لحد الآن قايلين والله الباحثين السودانيين دي عبارة عن فيسبوك جروب، ما عارفين إنه عندهم دور يعني مهم جدا وينتجرال فيها يفترض إنه يعملوه يعني. فدكتور أمير لحد ما تخش أنا ممكن برضو أكسب الزمن. وصلت ممتاز. دكتور أمير ممكن تعملي أم ميوت لنفسك وأنا هستعرض لك من هنا إن شاء الله التقرير. دكتور أمير ممكن تعرفي نفسك للحضور. طيب بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. معكم دكتورة أميرة محمد علي أحمد حسن، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، كلية التربية، أستاذ مشارك تخصص الإدارة التربوية، ومدرب معتمد من البورد الأمريكي والبورد العربي وعمادة التطوير والجودة جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة جدا أن أكون معكم في هذه الجلسة العلمية الخاصة بواقع البحث العلمي في السودان، وخصوصا أنه عملية البحث العلمي أصبحت هي حياة المجتمعات، ولا حياة للمجتمع دون البحث العلمي، والبحث العلمي كالهواء وكالماء حتى تعيش الشعوب وتصل إنتاجاتها. أشكر الإخوة القدموا فيما يختص بواقع البحث العلمي وأعطونا فكرة عن هذا الواقع، والآن نحن نزلنا إلى الميدان عشان نقدر نعرف الواقع من الباحثين ومن مساعدين الباحثين ومن الأساتذة الجامعيين ومن عمداء البحث العلمي في البحث العلمي كما يدركه الباحث السوداني. بعد الانتهاء من العمل النظري لجأ الفريق إلى الدراسة الميدانية عشان لا يتضح فيها الواقع العلمي من حيث المؤهل ومن حيث العينة ومن حيث المؤهل. فكان المنهج اللي اتبعناه هو اللي هو كان منهج وصفي تحليلي، واخترنا هذا المنهج لأنه بتناسب لنا مع طبيعة
البحث وأهدافه، وبيحتمل لين على جمع الحقائق وتحليلها وتفسيرها زي ما شفنا أخواننا دكتورة أو أستاذة سلمى وأستاذ أحمد وضحوا لنا الاستراتيجية الخاصة بالتعليم العالي. والدراسة ضمنت لي خصائص متوقعة من البحث العلمي. مجتمع البحث تكون لي من منسوبي جامعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بمركز البحث العلمي والمهتمين بالبحث العلمي. العينة تكونت لي من 224 فرد اللي هم من منسوبي الجامعات، وده القدر المتاح اللي هي نحن قدرنا نحن نتحصل عليه بعد ما تم النشر الإلكتروني لكل هؤلاء الأفراد عشان نحن نعرف حقائق البحث العلمي. طبعا كان في تصنيفات بالنسبة للنوع والذكر والأنثى، في ما يختص بالذكر كان 116 والأنثى 108، نسبة 51 إلى 48%، وده دلالة على إنه أفراد عينة البحث من الإناث قريب من الذكور، ودي إشارة جيدة لواقع البحث العلمي عندنا في السودان بغض النظر عن النوع. أيضا المؤهل العلمي كما بين البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، وكانت أعلى نسبة نسبة الدكتوراه اللي هي نسبة 53%. بنلاحظ إنه على عيننا وفق المؤهل إنه بلغت لنا أدنى نسبة كانت نسبة البكالوريوس اللي هي بنسبة 10%. والدرجة الوظيفية كان هنالك طلاب، كان هنالك مساعدين تدريس، كان هنالك محاضرين، كان هناك أساتذة مساعدين وأساتذة مشاركين وأستاذ بروف وباحث وباحث مساعد وباحث مشارك ومساعد باحث وأخرى اللي هم دي كانت عندهم وظائف أخرى. دي هي كانوا نسبة الأخرى دي نسبة 11.6 من. فبنلاحظ إنه النتائج صارت لنا إنه البيم اللي في أستاذ مساعد والبلوهم كمحاضرين كانوا كأعلى نسبة تكرار بالنسبة للدرجات الوظيفية، بينما بلغت نسبة الطلاب 5.4 اللي هم دل الباحثين الآن واجهتهم كثير يعني من المشاكل، وكانوا يعني بالنسبة لنا يعني سند في هذه العملية. بالنسبة للعاملين في المراكز صارت النتائج أنه حوالي 16 ونسبتهم كانت 7، وبيعملوا في وظيفة باحث كأعلى نسبة في فئات الدرجة الوظيفية، وكانت أقل نسبة كانوا بيعملوا كباحث مشارك اللي هي بلغت 11.6%. جهة العمل كانت العينة من جزء من الجامعات، جزء من المراكز البحثية، وجزء كانوا زي ما قلنا طلاب نحن اتصلنا عليهم وشاركونا في الاستبانة. الأداة حقتنا كانت الاستبانة اللي هي جمعنا بها المعلومات عن واقع البحث واحتمدناها هي كأداة أساسية ورئيسية لجمع المعلومات. الاستبانة دي اللي هي صممت وكانت تتكونت من قسمين، الأول بيانات الأساسية كما أشرنا من حيث النوع المؤهل والدرجة الوظيفية وجهة العمل، والجزء الثاني اللي هي كانت خاصة بالفقرات، ونحن عملناها استبانة خماسية الخيارات عشان يجيب كل مفحوص وفق ما يناسبه من الآراء. فمحاور الاستبانة اللي هي كانت بتتناول معوقات البحث العلمي، تم تقسيم هذه الاستبانة لمحاور. المحور الأول المعوقات المعرفية كان عدد عبارات 7، والمحور الثاني معوقات نفسية محاور العدد 3، والمحور الثالث معوقات اجتماعية وكان 6، والمحور الرابع معوقات إدارية وكان 6 أيضا، والمعوقات المالية وكان 6. أما فيما يختص المعوقات المختصة بالمؤسسة فكان زي 8 عبارات. المجموعة الكلي للعبارات كان عبارة عن 36 عبارة. عملنا الصدق والثبات الظاهري بالنسبة لهذه الاستبانة، واللي هي أدت في النهاية وعرضناها على المحكمين وشافوا فقراتها، ونحن استدللنا بآرائهم وملاحظاتهم
وبعد ده قام الفريق بإجراء التعديلات اللي اقترحوها علينا المحكمين عشان نقيس هذا الصيد، وده نحن سميناه بالصيد غياتو الظاهري. ثم بعد ذلك استخدمنا برنامج التحليل الإحصائي الـ SPSS، ثم حسبناه على حسب معامل ألف كرومباخ لقياس معامل السبات ومعامل الصيد الذاتي اللي هو بيساوي لي الجزر التربيعي لمعامل السبات. وجاءت المحاور كالآتي: المحور الأول المعوقات المعرفية اللي هو كان معامل ألف كرومباخ 0.87 معامل الصدغ 93. المحور الثاني المعوقات النفسية، المحور بتاع السبات 73. المحور الثالث معوقات اجتماعية كان 90. معوقات إدارية 88. معوقات مالية 93. معوقات متعلقة بالمؤسسات البحثية الصدغ بتاعه يعني 89. مجموع العبارات الكلية اللي هي 96، وده نعتبره إنه مستوى قبول عالي. فبنجد إنه الثبات الكلي اللي هو 92. في ضوء هذه المعاملات من الصدغ والثبات تعتبر هذه الاستبانة الصالحة لجمع المعلومات وللتطبيق الميداني. قام فريق العمل بإنه بعد أخذنا الموافقة في المشاركة وعرفناهم بالبحث وشرحنا لهم الإجراءات وأسهروا لنا تعاون كبير وأرسلنا لهم الرابط وعبوا لنا الاستبانة، وجاءت الاستبانات المكتملة وصالحة للتحليل بلغت لي 224، وفرغنا محتوياتها وحولنا متغيراتها إلى أرقام عشان تسهل لنا عملية التصحيح. بالتالي قمنا عملنا تصحيح مقياس لتصحيح الاستبانة احتبنا فيه على ليكارت في مقياس الاستبانة، وكان تصحيحه كالآتي: من 52 وأقل بيعد هنا المعوق متدني، ومن 52.1 لحد 53 يعد المعوق هنا معلوم متوسط، ومن 3.51 لحد 5 لأنه هو خماسي يعد لنا هنا المعوق معلوم مرتفع. فتم استخدام الأشكال والجداول والوسط والانحراف المعياري والنسب المئوية بالنسبة للاستجابات. فعملنا على تحليل هذه البيانات وأشارت لنا إلى المحور الأول اللي هو كان فيه مجموعة من المعوقات اللي هي كان المعوقات المعرفية في أول قلة الاتصال العلمي، يعني ما كان في نوع من الاتصال العلمي من خلال المؤتمرات والندوات، وده احتبرناه أعلى معوق معرفي. ليه؟ لأن المعوقات المعرفية هنا الإنسان لما يكون منعزل أو الباحث يكون منعزل عما يجري في العالم والمستجدات الحاصلة في البحث العلمي، ده كان أكبر معوق اللي هو وجدناه من خلال المعوقات المعرفية. تلاو طوالي الافتغار للغات الأجنبية، وطبعا كثير من المؤتمرات بتكون باللغة العربية، النشر والكتابة باللغة العربية، الحضور، كل هذا بيحتاج إلى اللغات. لقينا هنا بعض الباحثين في نوع قصدك اللغة الإنجليزية دكتورة أميرة؟ أيوة، للقاءات الأجنبية مختلفة سواء كانت الإنجليزية واللغات الأخرى الثانية فيها نوع مش، لأن في بعض المؤتمرات والندوات بتكون بلغات أخرى الفرنسية الإيطالية، فبرضو وجدنا فيها نوع من الضعف. فطبعا نحن اللغة الإنجليزية هنا عندنا أساسية، ثم بعد ذلك تليها اللغات يتا الأخرى. أيضا عدم امتلاك لمهارات البحث العلمي، دي برضو فيها مشكلة جات في التدرج التالي، وإنه بالرغم إنه عنده يعني نوع من المهارات لكن إنه في نوع من مهارات البحث العلمي، كيفية الكتابة، كيفية اختيار العنوان، دي كلها لقينا فيها نوع من المشاكل. أيضا اختيار الموضوع، الإهمام بشكل كبير بالمجال التخصص، طبعا التخصص بيديك مساحة في إنك تكون عارف المجالات تقدر إنك شنو تتابع وتكتب فيها. أيضا متابعة المستجدات والتحليل في كتابة البحث العلمي كمهارات، استخدام الحاسب الآلي. من نجد إنه في عملنا المعوقات دي. أميرة دقائق بس لو سمحتي. نعم.
في واحد اسمه ايريك كولومنو موجود هنا، ده بيلعب في الزوم. احمد لو سمحت اعمل لي ريموف وبان. دكتور امير ممكن تساعد معانا؟ اي يعني شغال بيلعب في الشاشه. غالبا هاكرز بيكونوا روس ولا حاجه مع الحرب بتاعت اوكرانيا وكده، بيخشوا قلتوا البتاعات سمعت لنا. بس طبعا لانه بعض مرات بيقوموا يحطوا لك فيديو جنسي ولا مصيبه الزمان، فيستحسن ان نحسمهم قبل ما احنا. طيب ما في مشكله. طيب واصله يا دكتوره. عملنا على ترتيب هذه المعوقات تنازليا، وجدناها انها كلها جات بصوره مرتفعه، اللي هي غلط الاتصال العلمي، الافتغار اللقاط، ضعف الاعداد العلمي للباحث، وعدم امتلاكه لمهارات البحث، وعدم القدره على اختيار موضوع البحث، وعدم الالمام بمجال تخصصه. دي جاتنا بدرجه متوسطه، ودي انا يعني وضحتها على انه هو بيقدر انه يختار الموضوع خاصة إذا كان في مجال تخصصه، لكن أما المهارات الأخرى الخاصة بالصياغة والكتابة هي بتحتاج إلى نوع. والافتقار لمهارات استخدام الحاسب الآلي أيضا جاتنا بصورة متوسطة. أما المعوقات النفسية اللي هي كانت اتحصرت في 3 عبارات، اللي هي انخفاض قيمة الباحث على النجاح ماديا، إنه الضغوط النفسية اللي بيعاني منها الباحث الناجمة عن الأعباء التدريسية والإدارية، والإحساس بعدم جدوى البحوث التي يقوم بها، ودي كانت أكبر حاجة، لأنها الإحساس ده ليس عند الباحثين فقط، وإنما بنلاحظه كترجمة حقيقية على الواقع، إنه أي نتيجة بحث لا تظهر للوجود ولا يستفيد منها المجتمع ولا تقوم من الجهات المعنية بالاهتمام وبالنشر وبالأخذ بهذه النتائج وإظهارها على الواقع، فهذه هي مشكلة. فكانت دي كانت من أكبر الأشياء اللي بتواجه الباحثين، يقول لك النتائج والبحث تعبنا به، إنه أصبح هو حبيس للأدراج وما في جهة معنية بتاخد به، وما في جهة بإنها بتاخذ العلم البحث العلمي كأساس لتغيير الحياة وتطويره. وده الفرق بيننا وبين ناس الغرب. الغرب عندهم دي أساسيات في حياتهم، قائمة على الأخذ بنتائج البحث العلمي في كل شاردة واردة، أما نحن فما عندنا هذا الاتجاه. أيضا المحور الثالث اللي هو الخاص بالمعوقات الاجتماعية، اللي هي كانت عبارات بتتلخص في ضعف التنسيق بين الباحثين والجهات المستفيدة، كما أشرت إنه الجهة المستفيدة لا بتحاول تدي معلومات ولا بتحاول تساعد ولا بتحاول إنها تعمل على تطبيق النتائج عشان تغير حال المجتمع أو حال المؤسسة أو حال الفئة الموجودة. فبالتالي في ضعف شديد في التنسيق ما بين الباحثين والجهات المستفيدة، ودي بصورة مرتفعة، وانعدام تقدير المجتمع للبحث العلمي، وده جاي من الجهات المسؤولة، وعدم الاهتمام بالبحث العلمي كقضية أساسية من أساسيات المجتمع. الفرق ما بين المجتمعات النامية والمتقدمة هو البحث العلمي. أيضا عدم توفر الجو العلمي، قطع الكهرباء، الإنترنت، عدم وجود الباحث المادي، عدم وجود كثير من الجو العلمي، المصادر، المراجع، كثير من المواقف محظورة، كثير من الكتب ما بنقدر تدخل، كثير من المواقع يقول لك هذا العنصر غير فاليوبل في الكنتري بتاعك. دي كلها يعني مشاكل ما بتخلي الناس إنها الجو العلمي يكون معلوم ملائم عشان تقدر إنها تساعد. أيضا عدم التواصل العلمي بين الزملاء، كل إنسان بيكون بيحب إن إحنا عندنا يعني الذاتية، كل واحد بيقول لك أنا عايز أعمل بحوثي براي، أنا ما بحب أشارك، على الرغم إنه العالم اليوم الأساس بتاع البحوث اللي هو المشاركة. ليه؟ لأنه الفكرة بتاخدها من كم جانب، ودي كلها تلاقح للأفكار وللعقول. أيضا قيام روح التعاون بين الباحثين، فبنجد يعني الاتكالية أكثر حاجة، وفي ناس بيكون عندهم العمل ده يعني ما أساسي، في ناس ده
العمل ده بيكون عندهم نوع من الأساسي، فغياب روح التعاون بين الباحثين ده بيؤدي إلى نوع من المشكلة وعدم الرغبة في إجراء البحوث المشتركة زي ما أشرت لكم، فهي دي بتؤدي إلى نوع من المشاكل. فبالتالي نجد إنه المعوقات كلها جاءت بدرجة مرتفعة. أيضا بنلاحظ إنه المعوقات الإدارية اللي هي غياب السياسات الموجهة للبحث العلمي، يعني كما هسي طرح لنا أستاذ أحمد في الاستراتيجية بتاعت التعليم العالي، أيضا فيها نوع من شنو كما ذكر، قال هو ما نقد وإنما هو ولا تغيير وإنما هو عرض للحقائق الموجودة في استراتيجية أو الإطار بتاع الاستراتيجية بتاعت التعليم العالي. أيضا في غياب للتنسيق والتعاون بين المؤسسات العلمية، فبنجد إنه التنسيق والتعاون بين المؤسسات العلمية ده مهم جدا عشان الناس تعرف إنه وين الفجوات الموجودة وين المشاكل المحتاجين نحلها، يكون في تضافر للجهود وتضافر للعقول وتضافر للمال وتضافر للإنتاج. أيضا عدم تعاون الإدارات في تسهيل مهمة الباحث، ودي طبعا الإجراءات الإدارية العقيمة بالنسبة للباحثين بتاخد وقت كتير وبتستغرق إجراءات كتيرة. أيضا في تعقيدات إدارية خاصة في النشر وتحكيم البحوث اللي هي بتاخد وقت كتير، بالإضافة لأنها محتاجة إلى مال، مرات الإنسان إذا حاول إنه ينشر برا بتكون عايزة يعني دولارات كتيرة، والزمن اللي بياخده البحث حتى يفقد قيمته في التحكيم، فدي برضو من التعقيدات الإدارية اللي هي بتخلي إنه عملية البحث العلمي والباحث العلمي تكون فيها نوع من المعوقات الكبيرة. أيضا في تعقيدات إدارية في نظام التركيات، يعني نظام الترقيات يعني عشان انت تقدم وعشان اللجنة تجتمع وعشان الورق يمشي له سنوات، فبالتالي دي برضو يعني حتى النتيجة بتاعت البحث العلمي اللي وصلت لها في سنة 2020 عشان تصل نتائج ل 2023 حتى تجيك الرد في نظام الترقيات، نجد انه هنا في الفترة دي يكون حصلت تغييرات كثيرة وأحداث كثيرة اللي هي أدت إلى نتائج توصلوا لها الناس غير النتائج اللي انت وصلت لها. ايضا تقلد المناصب الاداريه وعدم التفرغ للبحث العلمي، ودي مشكله اساسيه لان المنصب الاداري بشيل وقتك، ونحن عارفين انه الاستاذ الاستاذ الجامعي مهمته اساسا البحث العلمي والتدريس ودراسه المجتمع وقضايا، اما المناصب الاداريه هي دي جزء، لكن هنا عندنا القاعده معكوسه فبندي كل الوقت للمنصب الإداري ومشاكله وما بنتفرغ للبحث العلمي، فدي كلها معوقات إدارية بتخلي إنه البحث العلمي ما يكون عنده نوع من الإنتاجية الظاهرة. أيضا عندنا معوقات مالية وهي أيضا جات كلها مرتفعة. أول حاجة زي ما عارفين ما زالت هذه المشكلة قائمة منذ تعاقب الحكومات، ضعف الإنفاق على البحث العلمي. ضعف الإنفاق على البحث العلمي أدى إلى هذه النتيجات بنسبة 95%. أيضا تحمل الباحث لتكاليف البحث والنشر، ودي طبعا فيها يعني إرهاق بالنسبة للباحث إنه ما حيقدر يعني ينشر وإنه يطبع وإنه يكتب، فهي دي فيها إرهاق بالنسبة له، وخاصة إنه في ضعف في المرتبات وفي انعدام لميزانية خاصة بالبحث العلمي سواء كانت على مستوى التعليم العالي وعلى مستوى الجامعات، كذلك ضعف الإمكانيات المادية والبشرية ودي بنسبة 92%، وأيضا ضعف العائد الناجم عن إجراء البحوث. يعني الناس كلها زي ما قلنا إن تقول لك بعد ما تعملنا وعملنا مين اللي بياخد بهذه الآراء، مين يقدر ينفذ لنا هذه، عندنا نحن بحوث كثيرة جدا وغيمة جدا وممكن تغير وجه السودان، ممكن تغير اقتصاد السودان، ممكن تغير أفكار السودان، ممكن تغير النظرة للتعليم والتربية في السودان، ولكن هيهاتا هيهاتا. أيضا هنالك أيضا المعوق الأخير اللي هو المعوق الخاص بالمؤسسات البحثية سواء كانت الجامعات أو المراكز، فجاءت ترتيب
المرتفع فيما يختص إنه هذه المؤسسات ما عندها ميزانيات كافية للبحث العلمي، في شنو عدم رصد لها بصورة يعني كافية حتى تسير عملية البحث العلمي، سواء اللي كان الطلاب في أعلى مستوى البكالوريوس أو طبعا دراسات العليا، هي طبعا خاصة بأمواله، ولكن أيضا بالنسبة لأعضاء هيئة التدريس الموجودين في الجامعة وللمشروعات البحثية. أيضا عدم تحمل المؤسسة للنفقات التي يحتاجها الباحث، سواء كانت عينات، سواء كان سفر، سواء كانت يعني مستلزمات يحتاجها، فهي ما تقدم له أي نوع من هذه النفقات، وبتحت الأولوية للتدريس والأعباء الإدارية كما ذكرت على البحث العلمي. فجل الوقت اللي أعضاء هيئة التدريس أيضا في التدريس من محاضرة لمحاضرة، من قاعة إلى قاعة، وليس هنالك وقت للبحوث، وليس هنالك وقت للاشتراك في المؤتمرات، وليس هنالك وقت للندوات، وبالتالي ده كله ناتج من التدريس والأعباء الإدارية يا خصما على البحث العلمي. أيضا انعدام العمل بنظام التفرغ للبحث العلمي، حتى لو فيه موجودة هذه اللائحة في بعض المؤسسات أو المراكز، بنجد إن بيقدموا لها بسيطين، وحتى هي عشان تحت لهؤلاء شروط صعبة شديد، فيها شروط مالة يعني تعتبر فيها نوع من القساوة. أيضا عدم منح الباحثين للجوائز التقديرية على البحوث، ودي طبعا فيها الجانب بتاع التحفيز وجانب الرضا وجانب إصهار جهود الباحثين للعمل اللي قدموه في مجالات، سواء كانت في الزراعة، سواء كانت في الهندسة، سواء كان في البترول، سواء كان في التربية. فالبحوث دي ما فيها أي نوع من الإشارة إلى جهود ولتقدير في المؤسسة، هي لا يعني حتى بنجد هنا كثير من المؤسسات والمراكز في ناس بيشتركوا في بحوث خارجية، وبيتم يعني تقدير ومنحهم جوائز من خارج الدولة، والجامعة هنا متكون أو المركز متكون عندها علم بأنه أحد منصبيها وأساتذتها وأعضاء هيئة التدريس كان قام بهذا العمل القيم في دراسة للبحوث. أيضا الباحثين بتحملوا رسوم التحكيم والنشر حتى في المجلات العلمية بتصدرها المؤسسة، لازم يدفع. أيضا اتباع المؤسسة لأنظمة متشددة في إفادة الباحثين لحضور المؤتمرات والندوات، فأنت لما تعمل وتقدم ويطلع الإذن والموافقة يكون المؤتمر انتهى، فبالتالي دي أيضا كلها كانت معوقات أدت إلى أنه يكون الباحث العلمي في نوع من المشاكل وفي نوع من الأشياء. لذلك بنلاحظ أنه هذه المعوقات لابد لنا من وقفة كبيرة عشان نحن نعمل على حلها، ونعمل على حلها والوقف عندها وقفة متشددة. بالتالي فنحن هذه الخلاصة هي عبارة عن إنه هنالك مشكلة حقيقية، هنالك معوقات لابد لنا من الوقف، وقف الصلبة تجاه حتى تتغير نظرة المجتمع إلى البحث العلمي، وتتغير نظرة الدول إلى الدول النامية والدول. رغم من أنه القائمين بكثير من البحوث في العالم من السودانيين ومن العرب، فنتيجة لهذه المعوقات أدلفنا لمجموعة من التوصيات. أول حاجة يجب أن تكون الأبحاث دي هدفها تطبيقي ويخدم لنا التطور العلمي ويعالج لنا المشكلات الخاصة بالمجتمع، ونوفر الدعم المالي المطلوب للباحثين عشان ينشروا النتيجة لمحدودية قدرات الباحثين. ويجب أن يكون في دورات تدريبية في الكتابة العلمية وتنمية اللغات الأجنبية المختلفة، ويتمكن لنا الباحث من يتعامل مع الجهات العلمية المختلفة، ويرصدوا لنا جوائز قيمة للأبحاث اللي بتقوم بحل المشاكل اللي بتعاني بها منها بعض المجالات المجتمع، ونوفر بيئة مناسبة للباحثين، ونأكد على براءة الاختراع والملكية الفكرية، ودي هي ذاتها عندها يعني جزء كبير من خلال إنك تنشط حركة البحث العلمي والتأليف والترجمة والنشر والاشتراك
ونحفز الباحثين ماديا ومعنويا، ونحسسهم انهم بيقوموا بحاجات مهمه خدمت لنا المجتمع، عشان الانسان يكون انسان ايجابي وعنده دور وعنده حب للعمل اللي بيقوم به وتظهر نتائجه. ولابد من زياده الدعم الحكومي وضرورة مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحث، ونزل كل العقبات والتحديات اللي بتواجه الباحثين أثناء إجرائهم للبحوث العلمية. ولا بد أن احنا ننشر تقارير دورية عن أداء الجامعات والمؤسسات البحثية في مجال البحث وحلول المشكلات والقضايا المجتمعية زي هذا التقرير اللي تم تدشينه اليوم. ولا بد من تطوير قاعدة بيانات ومعلومات عشان نشجع الباحثين يتواصلوا مع مراكز البحث. فهذه هي المعوقات، هذه هي التوصيات، نتمنى من الله إنها تجد المكان للتنفيذ والاهتمام، وشاكرة جدا لوجودكم وصبركم وشكرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا دكتورة أميرة. بس في نقطة أخيرة شايفيننا هنا، الفقرة الأخيرة دي اللي هي واقع البحث العلمي كما تدركه المؤسسات البحثية في السودان. الاستمارة مشت للباحثين والطلاب وكده، في استمارة تانية كانت مخصصة للمؤسسات البحثية، كل المراكز البحثية وعمداء البحث العلمي وكده. وبكل أسف الفريق بتاع التقرير في قيادة أستاذ سلمى لم يتلقوا أي استجابة بكل أسف، يعني دي حاجة مؤسفة جدا. لكن كان مهم جدا أن نعرف البرسبشن بتاع المؤسسات دي تجاه البحث العلمي، يعني الناس اشتكت من المؤسسات، وكل ده نعرف المؤسسات حتقول شنو يعني في دفع عن الموضوع. أستاذ سلمى. أيوة دكتور. طيب نحن بكده بنكون يا أخوانا استعرضنا التقرير، وأسر استنى في الشات المكان بتاع التحميل في الويب سايت بتاع فيك شير، ده هو اللي بنشر فيه كل التقارير بتاعت الباحثين السودانيين. يعني التقرير مثلا بتاع المرشد الى المنح الدراسيه، الدليل وواقع البحث العلمي، وقبله الدليل لامتحان الايلتس، وقبله المرشد لطلاب الدراسات العليا، البكالوريوس والدراسات العليا في السودان، كلها منشوره وقابله للتحميل مجانا في اي وقت. فأسي يا اخوان احنا في الزوم ده موجودين 57 نفر، وفي الفيسبوك مئات الالاف، لكن من ما بدا السيمينار لحد أسي في 39 زياره فقط، وفي 6 تحميلات للتقرير، ونحن خديناه مع الشرح بتاع الزوم، يعني الاعلان اللي رسلناه ورسلنا فيه والرابط ذاته بتاع انك تحمل التقرير، لأن التقرير ده ملك الجميع، وهو الأول لكنه ما الأخير. الجاي كل الناس الموجودين يا أخوانا دائما الناس تشارك في إعداد التقرير، النسخة الثانية والثالثة. بروفيسور أحمد السيد من جامعة الزعيم الأزهري كان موجود هنا قبل وعمل تعليق إنه هو يعني نشر أكثر من 40 بحث، يعني هاي امباكت جيرنال فاكتور جيرنال إلى آخره، وما ظهرت في التقرير. يا أخوانا نحن ما دعنا نكون باسف رغم الظروف السيئة دي. دي دكتورة أميرة من جامعة السودان العلوم والتكنولوجيا، موجودة في الخرطوم أسي حاليا، هي الزول الأساسية اللي عملت التحليل الإحصائي. لكن في الباحثين السودانيين إحنا ما محكومين بالمكان وين موجودين، بنشتغل بنحاول ندخل الظروف. أنا موجود في قطر، أستاذة سلمى موجودة في ألمانيا، أحمد داود موجود في كوريا الجنوبية، وأستاذة فاطمة موجودة في الإمارات. كل النازل بنشتغل، وما عارف أنا ما في زول فينا لاقى الثاني لحد أسي، والكلام ده عبر السنوات. فإخوانا خلونا نشحذ الهمة، الظروف صعبة والمشاكل كثيرة وبدا، لكن احنا كباحثين اصلا بنشتغل في الحتة اللي فيها مشكلة. الباحث بيشتغل في المشاكل، الباحث ما بيشتغل وهو مرتاح، يعني رغم المعوقات والمشاكل بتاع، لازم نتحدى إخوانا الصعاب ونشتغل مع بعض. طيب انا داير اقدم الباحثين السودانيين ذاته كمجموعة، يعني قبل ما نفتح الباب للتعليقات لو سمحتوا لينا أخواننا، لأنه مهم جدا 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 الناس تعرف الباحثين السودانيين دي شنو. الباحثين السودانيين دي ليست جروب بتاع فيسبوك، الباحثين السودانيين دي فيها كلكم انتوا الناس الموجودين ديل. وأسا أنا حاستعرض لكم هنا ده لمحة بسيطة عن الباحثين السودانيين، اللي هي التقرير ده واحد من مشاريعها، في مشاريع تانية كثيرة،
وكلكم جزء منها، أي زور فيكم بطريقة أو بأخرى. أول الباحثين السودانيين هي مؤسسة سودانية علمية تطوعية غير حكومية وغير ربحية، مؤسسة مسجلة في وزارة العدل كشركة غير ربحية بالضمان، ومسجلة كذلك في نيوزيلندا، وكان ده لأغراض استخراج رقم الإيداع الدولي لمجلة الباحثين السودانيين، حنتكلم عنها قدام، اللي هو الـ ISSN. بدأت المؤسسة دي سنة 2009، وكنا إحنا مجموعة بتاعت طلاب بتاع دراسات عليا بنعمل في الماجستير والدكتوراه وغيره. فكان في مؤتمر دولي، دي الاثنين من المؤسسين للباحثين السودانيين فازوا بجائزة أفضل بحث علمي. وكان المجموعة دي بتسأل يا أخوانا طيب الباحثين السودانيين ديل وين؟ وين الأبحاث بتاعتهم؟ دي كان الفكرة الأساسية، ومنها أنشئ الجروب بتاع الفيسبوك سنة 2009. في 2015 بدينا أول سلسلة بتاعت ويبينارز، وكان مع دكتور عاطف محمد من جامعة النيلين، كان عن الكمبيوتر فيجن سيندروم. سنة 2016 تم يعني زي يقولوا ريبراندينج للمؤسسة بأنها تبقى مؤسسة الباحثين السودانيين بدل مبادرة الباحثين السودانيين. ديل الأربعة ديل من اليسار لليمين هنا، ده دخل ده الشفيع، وده إبراهيم موسى، وده تامر بشرى سليمان، ديل هم الكوفاوندرز. والتحت ديل محمد حمزة، بروفيسور عبد الباسط مريود، بروفيسور سعاد بدري، دكتور محمد عدوي، دكتور عمر الإمام، باشمهندس تامر سليمان، ديل هم في البورد أوف تراستيز، مجلس الأمناء بتاع الباحثين السودانيين. الشعار بتاع الباحثين السودانيين بتشوفوا ده، ده أخواننا مستوحى من صقر الجديان بتاعنا ده، شفتوا كيف؟ الفريق اللي كان عمل الشعار ده فيه حبيبنا هشام موسى، وهشام موسى هو مرشح لليلة درجة الدكتوراه في نيوزيلندا، وهو أول عضو في الباحثين السودانيين تطلع عليه والشمس. عمل الشعار ده على أساس أنه يعمل يجسد حاجة سودانية، لكن في نفس الوقت يدي قيمة تانية إضافية. فالخمسة ريش اللي بتشوفون في الشعار ديل هم النزاهة والحرية والجودة والفضول والابتكار، ودي الخمسة قيم اللي احنا نلتزم بها في الباحثين السودانيين عبر السنوات. المهمة بتاعتنا إننا دايرين نسلح شبابنا وباحثينا وأساتذتنا وطلابنا كلهم بأي حاجة ممكن يحصل عليها في سبيل إنه السودان يكون عنده competitive advantage عبر المورد البشري، فدي حاجة شغالين عليها عبر الزمن. عندنا أهداف كثيرة، الأهداف بتاعتنا من الفهرس المستمر تحديثه للباحثين السودانيين، من هم الباحثين السودانيين وما هي أبحاثهم، وكيف الأبحاث دي ممكن تساهم في حل مشاكل السودان. وكل هدف هنا يا أخواننا عبارة عن مؤشر أداء بينعكس عليه نشاط من الباحثين السودانيين شغال بطريقة أو بأخرى. دي بعض الإحصائيات، الإحصائية الفوق دي 5,135,502 مشاهدة، دي إحصائية آخر شهرين، يعني بتكلم عن إحنا على شهر أغسطس وشهر سبتمبر. دي عدد الزيارات لمجموعة للفيسبوك جروب بتاع الباحثين السودانيين غير المجموعات الفرعية. عندنا نحن قريبة 750,000 عضو في المجموعة الرئيسية، بيكون منهم 400,000 عضو نشط شهريا، يعني في خلال الشهر يكون في 400,000. نحن أنتجنا أكثر من 600 محاضرة وورشة بتاع العمل وتدريب وكذا، واتشافت أكثر من 100 مليون مرة. الأعضاء بتوعنا موجودين من نيوزيلندا لحد سان فرانسيسكو في 100 بلد بيمثلوا 101 مدينة مختلفة. دي الدول، ده زي وورد كلاود كده عشان أوري الدول الجايين منها الناس، والناس يعني قاعدين أهو في الخريطة التحديد بتشوفوا التوزيع بتاعهم في كل العالم. الأوبريشنال موديل بتاعنا ده مهم جدا الناس تفهمه، يعني الباحثين السودانيين ما عندها سيد، ما عندها رئيس، في فاوندر، أي نعم أنا والله يا أخي أسست المجموعة، لكن أنا ما الرئيس تاع المجموعة، أنا ده عضو في فريق سلمى حاليا، عضو في فريق سلمى اللي هو الفريق الشغال في إعداد تقرير حالة البحث العلمي. وده فيديو لذيذ هنا بوري الموديل بتاعنا الشغالين به بالضبط، يعني الموديل ده اللي هو الموديل بتاع الستارلينج بيردز، يعني لو شفتوا انتوا الطيور دي طايره كده، ده منو فيهم القائد في الطيور دي؟ ما في، كلهم بيعملوا حجم كبير كده، الزرزور ده
كلهم شغالين. فده الاوبريشنال موديل بتاعنا شغالين بيه، انه اي واحد فينا موجود متطوع ممكن يكون هو الليدر للبروجكت، وبابنا مفتوح دائما للانوفيشن في انه الناس تعمل. في مئات المتطوعين اشتغلوا في الباحثين السودانيين من 2009 لحد احنا في 2022، كلهم لهم الشكر الجزيل. يعني فيهم ناس يعني ريتايرد من الاشراف، في ناس لكن شغالين لحد اسف لهم الشكر. ده الفريق الحالي الشغال في الباحثين السودانيين، وهم من دكتور محمد صبري مثلا على اقصى اليسار هنا، ده باحث ما بعد الدكتوراه في ايطاليا، البروفيسور ايهاب الضوي اللي هو كان مدير الجامعة العربية المفتوحة، وأستاذ مشارك في الإحصاء جامعة الجزيرة، وحاليا في الجامعة العربية المفتوحة في الكويت، ودكتورة نعمة الفاتح الحمر، وأحمد تبين، محمد محجوب، مناسك في جامعة كامبريدج تعمل PhD في الصيدلة، محمد عمر في بلغاريا أو في هنغاريا. كل الشباب ديل ما أقدر أذكر أساميهم كلهم، لكن كل الناس ديل، يعني دكتور حسن ده في جامعة الدرمان الإسلامية أسي في أثناء ما نتكلم، وهو باحث بيعمل أبحاثه في معهد أكسفورد للفضاء. فالدكتور ياسين، كل الناس اللي بتشوفوهم في مناشط مختلفة. دي بعض الأنشطة اللي هي في الجراوند، يعني كانت الويبينارات والكده في السودان الناس عملتها. دي من الأنشطة اللي بيعملها دكتور ياسين اللي هي الأمسية على دروب النجاح، وفيها بنسلط السيرة الذاتية للباحثين والأعلام السودانيين، الناس اللي مشوا في البحث العلمي، الناس اللي نشطوا وعندهم تأثير يعني في حياتهم. من المهم جدا أن نذكر يا أخواننا، السيمينارات بتاعتنا دي ما كانت مقصورة على السودانيين بس، إنما عندنا شراكات مع مؤسسات تانية. في مؤسسة اسمها Trends in Africa، وهي شبكة بتضم عدد كبير جدا من الحاصلين على جائزة نوبل، والليان دي طبعا توزعت جائزة نوبل. ففي اثنين منهم احنا استضفناهم في سيمينارات، وكل الأنشطة بتاعتنا موثقة في قناة الباحثين السودانيين في اليوتيوب، زي ما بنعمل بس مباشر في الفيسبوك. فده إيرين نيهر، ده ماخذ جائزة نوبل في الايون شانلز ألماني، وده مارتن شالفي جامعة كولومبيا الأمريكي الماخذ جائزة نوبل في الكيمياء Lighting Up Life. دي بعض الجايدز، يعني الليلة احنا التقرير بتاعنا ده اتنشر في شكل ملف PDF ويترفع في الانترنت في موقع فيكشير. دي برضو أدلة تانية إرشادية وكده، ده خالد عثمان الفيل اللي هو كان وراء المشروع بتاع الدليل الإرشادي لطلاب وطالبات البكالوريوس والدراسات العليا في السودان. عندنا مرشد للمنح الدراسيه، ودي اسئله كثيره بتجي في المجموعه طوال، الناس دارين منح دراسيه قدر ما الاقتصاد الضغط بتعرف الناس دارين منح دراسيه. في المرشد ده بيحدث سنويا ويوروا فيه الناس وين الفرص، وين الحاجات اللي جابوا لها الناس، وشنو المتطلبات بتاعتها، كيف تكتب معارف الليتر اوف انتنت، كيف تكتب الكفر ليتر، كيف تعمل السي في بتاعك، كل الحاجات دي احنا كباكج واخدينها. ليه بنقدر نعمل الكلام ده؟ لانه ما في سينجل بوينت اوف فيلير، ما في زول واحد بيعمل الحاجات دي، بيعملوها مئات الالاف من الناس. وده كان دليل حول امتحان الايلتس عملوه احمد حسين وهشام، طبعا المرشد المنحه الدراسيه عملته الاستاذه ايناس السر في جامعه السلطان قابوس. ان احنا برضو عندنا بوليسي انجيجمنت، يعني الباحثين السودانيين بيتاثر فيما بعد يعرف بالقوانين. يعني بروفيسور سعاد بدري وهي واحده من مجلس الأمناء بحثي السودان، رسالة الدكتورة بتاعتها أصبحت قانون لرفع الجمارك وكل الحاجات الممكن تتعمل على مدخلات الطاقة في السودان، تحديداً الطاقة الشمسية. ودي واحدة من الأمثلة بتاعت البوليسي انجيجمنتس بتاعتنا في الباحثين السودانيين. الباحثين السودانيين لما جات ثورة ديسمبر كان عندها منصة في ميدان الاعتصام لمدة 40 يوم، ونحن ما عارفين، لو في زول عارف يورينا هل في أي اعتصام تاني في العالم عملوا فيه منصة علمية دامت لمدة 40 يوم وطلع منها إنتاج ودراسة حول تطلعات وتوجهات الشباب لمستقبل السودان، لو في حاجة زي دي ورونا. وكان فيها إسعافات أولية يومية، كان فيها نادي بتاع لغة إنجليزية، نادي بتاع لغة فرنسية، كان فيه open mic public speaking، كان فيه منتديات ومحاضرات طلعت منها 112 فيديو
من ميدان الاعتصام، وبعضنا شهد لايف، وفي بعضنا أصيب في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة، وبدليل وبطبيعة الحال في بعضنا شهد في لجنة التحقيق في مجزرة فض الاعتصام. في أثناء الثورة البحثين السودانيين برضو طلعوا الدليل الإرشادي للثائر السوداني، وفيه أفضل الممارسات للعمل المدني. في أثناء الكورونا اللي هو اللوك داون بتاع كوفيد-19، الباحثين السودانيين عملوا مبادرة، مبادرة اسمها التحول إلى التعليم الإلكتروني في السودان. وشايفين هنا دي الاستيكرات على اليمين دي بتوري بدأ من التعليم الطبي في السودان مع الرائدين بتوع التعليم الطبي أعضاء الباحثين السودانيين دكتور محمد الحسن عبد الله ودكتور محمد حسن محمد طه. وبعدها في مبادرة كانت فيها دكتورة ندى حسن ودكتورة شاهيناز ومهندس امتسال وباشمهندس عمار وباشمهندس أحمد داود الموجود معانا هنا حاليا، وهو برضو في فريق التقرير. ديل الناس ديل يا أحمد ممكن تشوف اللي شنو؟ أي لاحظت. طيب ده في اللوك داون، وكان المبادرة دي تم تدريب 2400 عضو من أعضاء الباحثين السودانيين من أساتذة الجامعات وأساتذة المدارس في كيف استخدام أدوات التعليم الإلكتروني من زوم لمودل لغيره، على أساس أن الناس تكون جاهزة ما تحصل. كما تم يعني عمل ورشة، وقيمة ورشة في كيف تكتب بحث علمي وتنشره، واستمرت لمدة شهر وشاركوا فيها كثير جدا من الناس الموجودين هنا ده. المنتدى الاقتصادي برضو كان واحدة من الأنشطة الجاد بعد ورش البحث العلمي، وكان فيه الوجوه النيرة شايفينها قدامكم دي، كان بإشراف بروفيسور صادق موسى ودكتورة سبنا إمام، ده الفريق بتاع العمل، دكتور أحمد حسن مكي، دكتور نعم الفاتح، الأستاذ فاروق كمبريسي، دكتور محمد عدوي والأستاذ طارق مالك. وكان في الفريق الفني كثير من الناس، لكن منهم باشمهندس عمار صديق والباشمهندس امتثال. فدي المبادرة كذلك نحن من ضمن الشراكات بتاعتنا حاولنا نسلط الضوء على المراكز البحثية في السودان، هي شنو فيها، شنو مشاكل، شنو ممكن الناس تساهم معاه كيف. فكان عندنا سلسلة اسمها المركز القومي للبحوث، دور المركز القومي للبحوث في نهضة السودان، ودي 15 محاضرة بالفيديو بتاعها موجود في الانترنت. كذلك كان عندنا احتفالات خاصة بتكون بيوم المرأة وإلى آخره، بنشوف فيها المشاكل شنو بتاعت الشباب ونطرح الحلول. لما حصل انقلاب 25 أكتوبر 2021 تم عمل خلية بتاعت أزمة من السينير أكاديميكس من أعضاء الباحثين السودانيين، وتم عمل يعني ويسبونسر حملة بتاعت توقيعات وقعوا فيها أكثر من 900 أو قرابة 900 باحث وأستاذ جامعي وأكاديمي من كل العالم من السودانيين. طبعا الإنترنت كان مقطوع في السودان في الوقت ذاك، وكلنا رفضنا ما حصل بصورة تامة. الباحثين السودانيين برضو عندها من ضمن الشراكات بتاعتها عندنا مسابقة هتعلن قريبا نتائجها لمكافحة الملاريا، المسابقة من نادي الابتكار السوداني وحاضنة الزريع السوداني وجامعة النيلين وزارة الصحة الاتحادية وبطبيعة الحال الباحثين السودانيين. فدي محاضرة ممتازة جدا جدا، شراكة ممتازة جدا، إن شاء الله تطلع فيها حلول تساعد الناس. ومؤخرا بقينا مع مدينة أفريقيا التكنولوجية برضو بصدد إجراء بحوث. عندنا أنشطة حول المينتورينج اللي هو الإرشاد الأكاديمي والبحثي، وشايفين هنا على يمين الشاشة الحبيب الجميل البروفيسور أبو زيد، نادر أبو زيد، وفوقه الشخص المسؤول من برنامج الإرشاد الأكاديمي والحياتي بصورة عامة اللي هو الدكتور ياسين الفكي، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة UCL في إنجلترا. من المبادرات الجديدة برضو اللي قادتها الدكتورة نعمة الفاتح اللي هي كانت مدير تنفيذي لفترة في الباحثين السودانيين، اللي هو مشروع ملخصات الكتب الصوتية ومشروع المقالات عن المقالات البحثية بصورة عامة، ودي بتنشر عبر صفحة الباحثين السودانيين وعبر ساوند كلاود، المنصتين دي المستخدمات. الباحثين السودانيين عبرت من منطقة إنها تكون مبادرة لمنصة لإطلاق المبادرات الأخرى. فبتشوفوا مثلا هنا ده باشمهندس أحمد داود
مستضيف دكتور محمد الحاج اللي هو واحد من المشرفين السابقين في الباحثين السودانيين ومؤسس مبادرة طاقة نظيفة لأفريقيا Clean Energy for Africa، وهم عملوا الدليل الطاقة الشمسية في السودان، كل الشركات كل الحياة المعمولة البيست براكتس. دكتور محمد هو برضو كان الفاوندر بتاع المجلة الأفريقية للتقنية والهندسة اللي هي تابعة للباحثين السودانيين اللي اسمها African Journal of Engineering and Technology، وهي دي نفسها اللي حينشر فيها النسخة المحررة من تقرير واقع البحث العلمي في السودان باللغة الإنجليزية. ده الفريق بتاع المجلة، فيه طبعا فخرنا بروفيسور عبد الباسط آدم ريود. وبروفيسور عبد الباسط يا اخوانا اللي زول ما بيعرفه وافترض كلنا نعرفه، هو ضمن ال 2% الباحثين الأكثر تأثيرا في مجالهم وفقا لمؤشر ستانفورد. ودكتور أحمد الحاج هو الفاوندر، ودكتور مرام هي الإديتوريال مانجر، وسحر عابدين هي إديتوريال مانجمنت أسيستنت. ده الفريق بتاع المجلة، وأعضاء هيئة التحرير المجلة ناس كتار جدا من مختلف أنحاء العالم، لكن دي وجوه سودانية ممكن تكون بتعرفوها، بروفيسور عبد الرحمن كرار، بروفيسور شريف، وكثير من الوجوه النيرة، دكتور حاضر فاروق أنا أعتقد أنها موجودة معنا هنا في الجلسة هي، فلها التحية. من المهم جدا أن نعرف يا أخواني أن الباحثين السودانيين كمؤسسة هي من الموقعين الرسميين على ميثاق ناشري أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. والميثاق ده يا أخواننا كان يتعمل في بعد معرض فرانكفورت الدولي للنشر، وتم تحديد يعني ميثاق محدد الناس يتوقع عليه، ووفقا عليه بتبقى يعني ناشر مستدام. فنحن داخلين كناشر بالمجلة الأفريقية للتكنولوجيا والهندسة، والرابط التحت ده بتلقوا فيه في الأمم المتحدة في موقع الأمم المتحدة. من هم الناشرين ديل؟ هم من كل العالم، لكن نحن كباحثين سودانيين الوحيدين على مستوى السودان موقعين الآن، ورابع موقع على مستوى الوطن العربي. دي المجلة الأفريقية دي يا أخواننا، دي مجلتكم انتم، مجلة الباحثين السودانيين. أي واحد عنده آرتكل، أي واحد عنده زي ما يقولوا ليتر إلى آخره دار ينشره، نحن نكون سعيدين جدا. ليه؟ لأنه دي مجلتنا، ونحن أسي عندنا خطة في خلال سنتين إنها تدرج في سكوبس، حاليا هي مدرجة في الجوجل سكولرز، وعندنا شراكات نشطة طوالي تكون مستمرة. فمرحب بكم جميعا. دي ملخص ل يعني نقول شنو إنجازات أو الأنشطة اللي حصلت من الباحثين السودانيين في الفترات الفاتت، لكن المستقبل، مستقبل ده أخواننا بيعتمد عليكم إنتوا، إنتوا اللي بتحددوا المؤسسة دي يكون شكلها كيف. المؤسسة دي مؤسسة مستدامة وشغالة لها 13 سنة، يعني حتى نحن التمويل بتاعنا صفر. بكرة الصباح إن شاء الله في السلام روتانا إحنا مشاركين في مؤتمر الأمن الغذائي اللي هو الانيوال ريسيرش اند بوليسي كونفرنس، ده اللي هو بتعمله معهد سياسات الامن الغذائي والتشابتر بتاع السودان، ونحن داخلين ككو اورجنايزر في المؤتمر ده، وحتقدم فيه ورقتين من جانبنا كباحثين سودانيين. فبيجينا كثير جدا احنا من المشاركات اي واحد من اعضائنا بيكون موجود ونشط، نحن بنرشحه ليها على اساس انه يمشوا، وده جزء من تغطية المعوقات اللي بتلاقي الباحثين السودانيين بصورة عامة كما ظهر في التقرير بتاعنا. فده البوتنشال بتاعنا بيعتمد عليكم. فيا اخواننا عاوزين كل الناس تجي داخلة وتطرح افكار وتعمل الحاجات، زي ما شفنا الموديل بتاعنا ما فيه مركزية، انما لا مركزي اي زول ممكن يعمل. بالنسبة للتمويل بتاع الباحثين السودانيين، فالتمويل ذاتي. الناس اللي بيشوفون قدامكم في اللايفات ديل الناس اللي بيدفعوا من جيبهم. الناس شفتوا صورهم ديل فاتوا ديل كلهم ليه؟ لأنه في بالهم دائما في الرادار بتاعهم طالب قاعد في ضنقلة، طالب قاعد في الفاشر، طالب قاعد في الجنينة، طالب قاعد في توكر. الطالب ده ما عنده إمكانية غير إنه كم ميجا بايت كده يخش بهم الفيسبوك عشان يطور من ذاته. فده الرادار بتاعنا قاعد فوكس في الحتة دي، فدارين نخدم الطالب ده. فما في أحسن من إنه علمه ينتفع به زول خد يعني قروشه في الحته دي. دي الويب سايت اللغه الانجليزيه اول واحد، الويب سايت اللغه العربيه نمره 2، الفيسبوك جروب معظم الناس يكون موجودين فيه، في لينكدين جروب برضو موجود للناس البروفيشنز الدايرين، وده الايميل الرسمي بتاع الباحثين السودانيين. نشكركم جزيلا لحسن الاستماع، وبعد ده نفتح المجال ل
لأنه نسمع منكم جميعا. شكرا جزيلا. سلمى. شكرا جزيلا يا دكتور أنور على العرض الشيق جدا اللي بيوضح لنا منو الباحثين، مؤسسة الباحثين السودانيين، وده شرف لنا طبعا كلنا ان احنا نكون ضمن الكوكب النير دي. قبل ما نفتح باب الأسئلة عاوزة بس أشكر كل الناس اللي شاركت في التقرير، بداية بالدكتورة أميرة وأستاذة الدكتورة أميرة محمد علي وأستاذة فاطمة أحمد وباشمهندس أحمد داود ودكتورة الفاتح عوض، وبرضو بشكر جدا المراجعين للتقرير حضرتك الدكتور أنور ودكتور إياس جعفر. unfortunately برضو هو الليلة ما حضر معنا لكن كان بودنا والله لأنه إضافة جميلة جدا للتقرير. برضو للتدقيق أشكر جزيل الشكر لدكتور عبد العزيز الهندي عثمان للتدقيق اللغوي باللغة العربية، وبرضو للمترجمين للغة الإنجليزية أستاذ إيناس كمال الدين وأستاذ محمود أحمد عبد الله. وأخيرا حابة أشكر التدقيق اللغوي الإنجليزي أستاذ آية الصادق وأستاذ محمد حسين. وطبعا الشكر بيمتد لكل شخص ساعدنا بنصيحة بنقد حتى بناء ونقد إيجابي ونقد سلبي، كل تعليق كل نصيحة جاتنا أنا حقيقي بشكركم جدا على إنجاح النسخة الأولى من تقرير البحث العلمي، ونستقبل أسئلتكم واستفساراتكم. فتفضلوا. في شايفة في ناس رافعين يدهم. سلمى مرحبا. مرحبا، ممكن ناخذ الاسئله في الشات اول بعدين ندي فرصه للناس رافعين يدهم ولا كيف؟ تفضل. اوكي، عندنا اول شيء في سؤال من استاذه بتول بتقول ليش الجاب كبير بين المنتوج العلمي بين الجامعات؟ هذا سؤاله، يا ريت تفضل تجاوبيها. طبعاً أيوة، يعني هو فعلاً أنا قريت السؤال لكن طبعاً ده حاجة ما هنقدر نجاوب عليها إلا إذا شفنا، يعني دخلنا جوا لكل مؤسسة وشفنا التحديات اللي بتواجهها وشفنا المعوقات برضو اللي بتحيد من إنه الجامعة دي تعمل منتوج علمي. فأكيد لو نحن عملنا الريسيرش يعني عميق للدرجة دي هنعرف شنو الجامعة، يعني شنو مثلا يخلى جامعة الخرطوم عندها منتوج علمي كبير مقارنة باللي بتليها طوالي. فأكيد في فروقات في التحديات اللي بتواجهها كل جامعة وجامعة، في حينهم كلهم بيشايفين إنهم هم بصورة متواصلة يعني هم جامعات حكومية بيجيهم نفس الفند وما إلى آخره. فأفتكر الإجابة على السؤال ده أنا لحد الآن ما عرفها، ولا لأنه نحن لسه ما طرقنا لريسيرش بالطريقة الديب دي، لكن أعتقد إن إحنا حنلقى جواب للسؤال ده وحتتلاشى الفروقات دي إن شاء الله لقدام. أوكي تمام، شكرا. طيب أول زوجة. سؤال ثاني معلش يا أستاذ. دكتور أنور، بس في سؤال ثاني إنه التقرير اعتمد في المصادر على إسكوبس فقط ولا مصادر ثانية في الشات؟ ايوه، لما نقول قواعد البيانات العالميه نحن بنشير لسايبال وبنشير لسكوبس اي، هو بس لحد الان النسخه الاولى اعتمدت فقط على المصادر دي. اوكي شكرا. الفاتح، المايك فاتح، ممكن تقدم نفسك وطوالي تفضل. السلام عليكم ورحمه الله، انا الفاتح ابو البشر، مقيم في سلطنة عمان، أنا تخصصي مختبرات طبية. شكرا لكم جميعا. أنا عندي بس سؤال واحد أو سؤالين. السؤال الأول، هل البحوث دي هي كلها منشورة ولا غير منشورة يعني؟ وإذا في إحصائية، أنا ما حضرت من البداية، احتمال تكون المعلومة ذكرت، هل في إحصائية مثلا البحوث المنشورة والغير منشورة نسبتها كم؟ الحاجة الثانية، النسبة يعني هل في نسبة مثلاً أنه كم في المية من البحوث دي ساهمت في حل بعض المشكلات ولا ما في نسبة؟ لأنه هي قبل الدكتورة ذكرت
بصورة عامة أنه في معوقات في التطبيق وكذا، لكن هل أخذت نسبة يعني حقيقية أنه كم في المية منها طبقت وكم في المية لم تطبق مثلا؟ الحاجة الثانية برضو إذا كان في معلومة أنه لأنه الملاحظ أنه ناس الـ PhD هنا هم النسبة الأكبر، فدي في الغالب بحوث لنيل الشهادات وكذا، فهل في نسبة محددة برضو لبحوث اتقدمت بمؤسسات معينة، يعني مثلا بحوث خاصة بحل المشكلات اللي هم ده بورينا الواقع الحقيقي، مثلا أن وزارة الصحة تطرح بحوث ليكون ده مشكلة معينة في الملاريا في الشستوة في غيرها، المهم في مجال معين وكذلك في التخصصات الثانية يعني. فإذا في نسب محددة يا ريت تفيدونا بها، وإذا ما موجودة على الأقل ممكن تكون في التوصيات القادمة. شكرا جزيلا. طيب حقه ناخذ الأسئلة كلها وان سيت يا سلمى، وممكن الناس تسجل تدون، لأنه في الغالب حتكون في حاجات يعني مكررة وكذا على أساس أنه نكسب الزمن، وعارفين ظروف الناس في السودان صعبة شوية، بالذات دكتور شاهيناز شايفة هناك نهاية الصف. طيب شكرا لك الفاتح. هبة يا أخوانا معلش بنرفع الكلفة برضو في الألقاب، يعني كل الناس هنا دكاترة وبروفيسورات وزملاء على عيننا وراسنا. مساء الخير. يا هلا ومرحبا، تفضلي. الله يسلمك. أنا دكتورة هبة، أستاذ جامعي في الجامعة الوطنية كلية الطب. البحوث العلمية كان بس في كلام في التقرير عن إنه جامعة الخرطوم مثلاً أعلى حاجة، وكان في سؤال قبل شوية عنا. أنا ما أعرف، لكن البحث اللي بيكون كروس سكشنال بس ما بيقدر يحدد ويعمل تحليل إنه ليه دي أكثر ودي أكثر. لكن جامعة الخرطوم أنا أظن لأنها هي أقدم حاجة، يعني هم لو هي الحساب ده بالعدد مين بدأت الجامعة، من الطبيعي إنه يكون جامعة الخرطوم، يعني جامعة الخرطوم دي بعد منها الاستعمار يعني. لكن لو هو في زمان، أنا بس يمكن ما بديت معكم من الأول حسب مشاكل الكهرباء والإنترنت، شايفة يعني الزمن حسب الجراف اللي أنا شفته من بدايات طويلة، يمكن في جامعات أصلا ما كان بدأ، فده أظن يعني سبب إنه الزيادة. طيب ده بس كان تعليق على السؤال الفات، لكن أنا والله بحيي الباحثين السودانيين، وأول مرة أعرف إنها مؤسسة، وشكرا على البحث الأول اللي تقدم والتقرير الأول اللي تقدم، قدرت مني جزء بسيط. ثانيا داير أعرف أنا هسي اللينك بتاع الهسم يعني الويبينار دي، يعني قدرت أتحصل عليه بعض بصعوبة لأنه أنا سمحت عنه وبفتش فيه وبكلم الناس لما رسلوا لي، في مشكلة تخيل لي في إنه الناس تقدر تصل، يعني هسه العدد ده أنا شايفه بسيط لحاجة قيمة زي دي، القليل بس كم 50 نفر حاضرينه. أنا حتى لو كنت عرفته من بدري كان عندي student undergraduate كان ممكن يختاروا ويستفيدوا منه، كان كلهم ممكن يرسل لهم الرابط، لكن الرابط يعني متأخر شديد. فبتمنى إنه بس يعني يكون في يعني تنشروا الحاجات دي أكثر من كده. داير أعرف إذا عندكم تليجرام جروب، أنا واتساب جروب ده ما عارفه حقكم، أنا بس يعني أنت شخصياً بعرفك في لينكدين، لكن الجروب بتاع الباحثين السودانيين ما لاقياه في الحاجات كلها يعني. فياريت بس تنشروا الحاجات دي لأنها حاجات مهمة، والشغل اللي أنتوا بتقوموا به وشغل كبير، يعني إنه الدياسبورا بتاعت الناس المتخصصين في مجال البحث يساعدوا الناس هنا في السودان، وانتوا عارفين الوضع هنا كيف، فدي حاجة يعني شغل ما بيقدر بثمن، يعني حاجة ما هينة. إنه توروا الناس كيف يقدروا يقدموا برا بزبط طلب الهسة خريجين، أو حتى في ناس حتى من سنة يعني هم لسه أندرغرادويت بحاولوا إنهم يسافروا، يعني حاجة ما هينة يعني الناس برا يحاولوا يساعدوا الناس يكفوا. فبس عايزين اللينكس حقتكم، سواء كان السايد أو اليوتيوب شانيل أو أي حاجة عشان نقدر ننشر لكم. وشكرا جزيلا، شكرا، أنا ممتنة جدا أني قدرت أحضر لما أنا حضرت معكم كم حاجة، لكن على أوقات متفرقة، يعني يمكن الإيكونوميك كان المناقشة بتاعت الوضع الاقتصادي كان فيها كلام كده ودخل فيها حاجات عن الصحة، كان حضرت الكلام ده أظن قبل سنة يعني طول شديد، وجيت هسي لقيت دي قلت إلا أحضرها، لكن فتشت عليها كتير يعني ما كان اللينك في الإعلام، ما كان كان في بس أظن بس الاي دي ولقيت الباسورد، ما في نجحت تاني الناس الجروب يقولنا الباسورد وهكذا، عشان كده دخلت متأخرة، ففي مشكلة بس في الادفوكاسي في الإعلان. شكرا كثير، شكرا كثير لكم. شكرا جزيلا دكتورة هبة، وطبعا كلنا بنعاني يا اخواننا من مسألة الإعلام دي، و
الإعلام بتاع الباحثين السودانيين هم الباحثين السودانيين. طبعا في اخواننا في حاجه ما اعرف بتعرفوها ولا لا، اسمها البروفيسور شيب، البروفيسور هوم بيج دايلاما، يعني مع بدايه الانترنت الاكاديميين دول كان من اول الناس اللي عملوا هوم بيجز ويب سايت، يعني كل واحد عمل له موقع الكتروني وكده. لكن كان في ملاحظه كبيره جدا انه ما في بروفيسور بيعمل لينك لموقع بتاع بروفيسور ثاني، بس ابحاثي انا وطلابي انا وحاجاتي بس يعني. فدي حاجه برضو في الاكاديميين ملحوظه، تلقى زول المحاضره بتاعته ذاتها والكلام ذكره البروفيسور علام النور، محاضرته ذاتها ما بيعمل لها شير مع الناس، خليك من محاضره زول ثاني. فرجاء يا اخواننا نحاول نكسر السلوك ده على اساس انه نساهم مع بعض في الاعلام. احنا اي حاجه اي ايفنت، لانه بنتابع حاجاتنا بالكي بي اي بمؤشر الاداء، اي ايفنت بيحصل في الباحثين السودانيين اي حاجه بنعمل له ايفنت. يعني لو جيت داخل الجروب بتاع الفيسبوك وشفت الايفنتس بتلقى الباس ايفنتس كل حاجه حصلت، وبتلقى الفيوتشر ايفنتس اي حاجه هتحصل. ف يعني طبعا احنا برضو بنمشي للناس الحته اللي هم قاعدين فيها، اللي هم الناس قاعدين في الفيسبوك. فرجاء يا اخواننا بس زوروا الجروب بتاع الفيسبوك، عينوا للايفنتس، بالاضافه لانه هنحط لكم الويب سايت ثاني، الويب سايت فيه كاتيجوري بتوري كل الجروبات الفرعيه بتاعت الباحثين السودانيين اللي ممكن تخش فيها وتبقى جزء منها. ويا اخواننا ما تستغربوا، والله اي زول منكم ممكن يجي يقول انا يا دوب والله شفتكم بالصدفه، وبكره تلقاه هو قائد بتاع مشروع في الباحثين السودانيين. صدقون الكلام ده حقيقه، ما حاجه ادعاء، لانه احنا نون بروفيت، احنا هدفنا الاساسي هو هدف كل متعلم وباحث واستاذ داير طلابه وابنائه كده يكونوا احسن منه، ده هدفنا الاساسي. دكتور عبد المنعم حبابك يا اخي، اعمل ام ميوت للمايك. شكرا دكتور هبه. شكرا 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 يا دكتور انور، وحقيقه يعني انا سعيد جدا للدعوه اللي قدمتها لي. حقيقه ما كنت متابع لانه ما قاعد ادخل فيسبوك كثير للاسف الشديد، اعترف بالحكايه دي. واول حاجه داير احييك واحيي كل الناس اللي في المبادره. انا طبعا اول مره سمعت بالمبادره دي انور كنت في السعوديه دوب جديد في حوالي 2014 15 في الرينج ده يعني، واعتقد انها كانت في الوقت ذاك هي جديده نسبيا، انا ما متاكد متين انطلقت المبادره. لكن البحيه في المبادره دي انها كانت دائما فيها استمراريه، يعني ما وقفت نهايه. صح طبعا زي اي مبادره في الدنيا، زي اي عمل طوعي خاصه ما ممول تمويل كافي وبغدو سودانيين كمان، يعني مشغولياتهم كثيره والتزاماتهم ايضا كثيره، والنفس الطويل عندنا نحن مشهور بانه يعني ما منتشر شديد. والكولابوريتيف ويرك والتيم ويرك برضو عندنا ما سغافه يعني للاسف لسه. الكونسيستنسي دي في الاستمراريه دي من الحاجات الرئيسيه جدا بفتكر حقه تفتخروا بها. الحاجه الثانيه انه يعني انا عندي بعض التعليقات اللي هعلق على البرضه بتاعت اليوم يعني، لكن جنرال اذا اتكلم عن المبادره، انه انتم دائما كنتوا بتحاولوا تنظروا ما للناس اللي وصلوا اوريدي، يعني دخلوا الاكاديميك عملوا البي اتش دي وبدوا اكاديميك كارير من اسيستنت بروفيسور كلي فوق يعني، لكن انتم دائما بتحاولوا تعاينوا للناس التعب للشغل القاعدي، وانه الناس دي هم يقودوا المبادرات ايضا وهم اللي يشتغلوا الشغل، يعني بتعمل شغل بتاع empowerment بتوفير المعلومات بتوفير المساعدات بالسعي، والما فيه من ولا شكو يعني، ما فيه أصلا ما في زول فيكم عنده مصلحة في الحكاية دي، لا مادية ولا وظيفية ولا أي حاجة. وده طبعا dedicated work بيقل كتير جدا عندنا نحن في منظمات المجتمع المدني حتى تسمى فيها طوعية، يعني منظمات المجتمع المدني في السودان الطوعية دي بيجوا ناس كتار جدا بيفتكروها هي وسيلة لكسب العيش يعني والتطوير الكارير الذاتية بتاعت عدد محدود جدا من الأفراد إن لم يكن رئيسها فقط يعني. فالحاجة دي ما متوفرة، ما مصابين انتوا بالمرض العضال دي، ودي حاجة كويسة جدا وبفتكر إنه لازم تكيبت وتكيبت معناتها لازم تراقبوها، لأنه النفس أمارة بالسوء أيضا. الحاجة الأخيرة اللي أنا بتمنى أقوله جنرال يعني إنه الـ open source والsharing
والكولابوريتيف ورك ده طبعا حسا المينستريم في الغرب. طبعا المينستريم في الغرب ده ما تفتكروا انه برضه في ناس عندهم صوره زاهيه عن الغرب، ما تفتكروا انه امراض الأكاديمية ما موجوده في الغرب، ايضا موجوده ايضا في الغرب في التنافس وفي الصراع وفي انا 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 الايجو المتضخمه ايضا موجوده، لكن هذه ليست المينستريم. الدوله والجهات المموله، يعني مثلا اديكم مثال امثله عمليه، ال NIH اللي هو الناشونال انستيتيوتس اوف هيلث في الولايات المتحده الامريكيه، ده اللي هو اكبر جهه مموله للبحوث الطبيه والصحيه في العالم على الاطلاق، هي مجموعه بتاعت مراكز طبعا، خدتوا انه ما في طريقه انت يدوك تمويل لاي بحث اكثر من كلام ده من سنين طويله جدا، لاي بحث يفوق قيمته $500,000، وده مبلغ طبعا تافه يعتبر بالنسبه ليه لبحث المجال الصحي او الطبي، يعني ما لم يكون جزء من البلان بتاعتك، جزء من البروبوزل اللي انت بتقدمه، عندك حاجه اسمها داتا شيرنج بلان. يعني انت اذا ما عملت جزء من البروبوزل بتاعك، هاو يو ويل شير ذا داتا اللي انت جمعتها في القروش دي، لانه القروش دي بتاعت جميع بتاعت دافعي الضرائب، ما قروشك انت كباحث، عشان انت يدوك القروش وتلم الداتا من البشر ديل ويدوك لها بتمويل من البشر ديل ذات الداخلين الضرائب زي ديل، عشان بعد ذلك تحتكر عشان تو ادفانس يور اون كارير بس، يعني تطلع منها ببليكيشنز انت وتترقى وكده. فالداتا شيرنج والاوبن سورس ببلشنج والكولابوريتيف وير بيجا برضو ايضا البحوث اللي فيها كولابوريشن بين عدد من المؤسسات، مش نفس باحثين من داخل المؤسسه فقط، بل بين عدد من المؤسسات وبين عدد من التخصصات، بيتم تمويل فرص تمويل أكثر. معناته بقى في الجهات بتاعت التمويل بتاعت البحث العلمي، جهات التمويل بتاعت البحث العلمي بتشجع من خلال الشروط بتاعت الشروط التنافسية للحصول على هذه المنح، إنه يكون في داتا شيرينج، يكون في إنه أنت يعني تشارك البيانات اللي طلعتها من البحث مع الباحثين الآخرين الما اشتركوا في البحث ده عشان يعملوا تحليل إضافي، تحليلات إضافية غيره، وإنه أنت تكون تتعاون مؤسسات كثيرة جدا من تخصصات مختلفة وعبر للجامعات وبل عبر للدول في البحث، وإنه أنت تنشر أيضا في open source journal، يعني تنشر أيضا في open source journal مش في جورنال يكون فيه الاوبن سورس. طبعا ببلشنج حاجه مختلفه، بتدفع انت التكلفه بتاعت النشر كباحث، مش المشتركين اللي يطلعوا عليه بحثك. فبالتالي الحاجه دي نحن بتمنى انه الناس برضو تنشر الموضوع دي في السودان، نحاول ننقل ايضا هذه المعلومه. لكن برضو طبعا نحن لازم نكون واقعيين بانه نحن ما ممكن نستورد حاجات من برا، فهمتني؟ لسه نحن ما عندنا هي اولويه، يعني احنا الاولويه بتاعتنا، وللاسف الشديد انا بقول الكلام ده بكل وضوح، الاولويه بتاعتنا في الاي بي سيز بتاعت البحث العلمي، الاي بي سيز، واغلب الناس اللي بيدرسوا بحث علمي ذاتهم مش اللي بيشرفوا على البحوث بتاعت الطلبه ما عندهم تدريب كافي للاسف الشديد في مناهج البحوث العلمي. يعني المشرف بيكون ليس باكثر علما من المشرف عليه في كيفيه يعني تجويد البحث العلمي، لأنه التدريب في مناهج البحث العلمي ضعيف. كلنا قرينا في الجامعات وقرونا، أنا لما اتخرجت من الجامعة الأوتس ريشيو دي لا من عينت ليها ما قلت فاهم ذات شنو بصراحة، قرونا لا كده لومامني، والحياة اللي قرونا لا جزء منها ذاته اكتشفت بعد ذاك أنه غلط، it was not correct just as simple as that، فهمتني؟ لسبب بسيط جدا، انه الناس اللي بيتخرجوا وبيجوا بيبقوا بروفيسورات ديل ما عندهم تدريب كافي في مناهج البحث العلمي. والحاجه بالمناسبه ظاهره ما بتختص بالسودان برضه، حتى في المانيا حيث انا اعمل ودرست وحضرت يعني توجد هذه المشكله ايضا بالمناسبه، لكن بدرجه طبعا اقل، لانه في وسائل بتاعت رغابه اقوى ومراجعه اقوى وفي انفراستراكشر اقوى لدعم حتى السوبرفايزرز، لدعم ايضا السوبرفايزرز. الحاجة الدارة على تعليقات جنرال، طبعا التعليقات الحاسية دارة أقول عن الحاجة بتاعت اليوم دي، إنه أنا بفتكر الإحصائيات اللي تقدمت، لو سمحت لي يعني يا دكتور ما أكون طولتها، الحاجة اللي تقدمت اليوم دي ممتازة جدا،
ممتازة جدا، بحيث انه هي يمكن البناء عليها على الاقل الان في سيتويشن اناليسيس، لانه زي ما لاحظنا الاستراتيجية اللي تسوت استراتيجية جميلة جدا بالمناسبة من وزارة التعليم العالي، وكونه ممول البنك الدولي وشاركوا فيها اساتذة اجلاء منهم بروفيسور محمد الامين التوم وغيره وبروفيسور الفحل، هذا يعني شيء يفتخر به. لكن واضح جدا انه عندها عيب اساسي، انه ما فيها سيتويشن اناليسيس مبني على اداء، مبني على داتا، ودي طبعا من الرش. انت بيجيك تمويل من البنك الدولي ومضغوط سياسيا لانه انت تنتج استراتيجيه جديده، بتقوم بتسوي حاجه ما مبنيه على ايفيدنس، يعني بتكون نون داتا بيس او نون ايفيدنس بيس استراتيجي، ودي طبعا حاجه غير قابله للتطبيق وحاجه غير جيده. اذا انت دارت تقدر تسوي استراتيجيه جيده لازم يكون عندك ايفيدنس سوليد، واذا ما عندك سيتويشن اناليسيس جيد ما هتقدر تبني استراتيجية واقعية، هتكذب كلام جميل حالم يعني بيتماشى مع ثورة ديسمبر المجيدة بأنه أنت تركز. ملاحظين إحنا طبعا أنه المجالات الأربعة اللي قدمها الأستاذ مشكور يعني أنه كلها موتيفيتد بالشعارات بتاعت الثورة وبهموم الحاضر، فيها كثير طبعا من الأشياء الجيدة والحقيقية والممتازة والتي تسري جميعا، لكن ليس هنالك خطة يعني الخطه انا بعرفها بحاجه ثانيه بصراحه. This is not a plan, this is just شعارات بجد، يعني مع احترامي للخطه ولمن وضعوها يعني. ودي الحاجه دي مواسمه ما بس على الاستراتيجيه دي، الاستراتيجيات كلها في الوزارات الثانيه اللي اثناء فتره الانتقال السوت كلها كان فيها الديفكت ده، وده كويس ذاته انه في وزاره عملت ها؟ يعني اغلب الوزارات وزاره الصحه ما عملت ليوم الليله واحد شفتوا، وبرضه كلها ما مبني على سيتويشن اناليسيس حقيقي ومكتمل وجودته عاليه واب تو ديت، كله قديم وكلام ساكت والتقديرات الاكسبرت اوبينيون دي والاكسبرت اكسيميت دي معروفه في الهيرارشي اوف ايفيدنس، هي انه اقل منهم. ايوه طبعا انت عارف انه انا كصديقك يعني لا امل حديثك، يعني ممكن اسمعك لحد بعد بكره، انت زول ما شاء الله عالم وزول استاذ جامعي وباحث مجيد وزول مطلع على تجربه حقيقيه في المانيا وكده، لكن نحن طبعا نازكر شاهيناز هنا يدير بيقابضوا في الميجا بايتات وفي باله بالتعرف هتقطع 200 في السودان في امتاني فنديهم المجال وممكن نجي راجعين تاني احنا نكمل في كلامنا. تمام انا بس دار اسأل سؤالين بس العينة في السيرفي اللي تعمل، اول حاجة الاسكوبس ده اللي عملته الاناليسيس بتاع الاسكوبس، اول حاجه اندر استيميت، مؤكد اندر استيميت لانه السيرش استراتيجي انت عملته السيرش استراتيجي كيف في الاسكوبس ده اسئله اليوم لو جاوبوا السيرش استعملته يا تو كيويرز انا متاكد الرقم ده بتاع 8000 وكم ده يعني اندر استيميت بصوره خياليه وده مؤكد يعني. ثاني حاجه عشان كده اسال من الميثودولوجي عملته السيرش في اسكوبس كيف، لانه دي بيبلومتريك ستادي، بيبلومتريك ستادي دي عندها جايد لاينز واهم حاجه فيها السيرش استراتيجي، وطبعا السكوبس هي واحده من المصادر، في مصادر ثانيه كثيره جدا، لكن حتى جوا السكوبس ذاته انا ام شور لو دخلت جوا انا دخلت كي ويرز كثيره جدا غير سودان بس سودانيز سودانيك كميه خرطوم كميه من السيرش كي ويرز كثيره جدا حيطلع لكم عدد اكبر. لو كتبت سودان بس طبعا احتمال يطلع لك بس الثمانينات. السيرش اعتقد البروبلم في السيرش. بالنسبه للسيرفي بس السؤال انا عشان كده سؤالي الاول عن السكوبس انه الكيوز اللي استعملتوها. الحاجه الثانيه ناس السامبل في السيرفي السامبلينج تكنيك شنو السامبلينج تكنيك ما وريتونا اللي هو الناس دي جبتون كيف كونفينينت سامبل استراتيفايد باي ليفل اوف اديوكيشن استراتيفايد باي انستتيوشن ما عارف راندوم نون راندوم كيف عملتوا السامبلينج والنون ريسبونس ريت كم، لانه انت متاكد انت جبت كميه من الناس وحسالتهم وفي ناس قالوا لا، الناس اللي قالوا لا دي نسبتهم كم من العدد ال 288 دي قالوا ايوه، لكن سالتهم وقالوا لا كم مقارنه مع هذه، لانه النون ريسبونس ريت لو كان اكثر من 30% وكذا بيبقى في مشاكل كثيره جدا. الحاجه الثانيه الكويستشنير انت عملت كرومباخ الفا عملت حاجه جيده لكن دي ما كفايه عشان تفهم انت كرومباخ الفا بتفتكر انه بتحمي لكم الحاجات دي او انت عرضتوه على اكسبيرس وعلى الحياه وعدلته. This is not enough انك انت تعمل كويستشنير جود كويستشنير. الجود كويستشنير في حاجه اسمها الفاليديتي، والفاليديتي دي 6-7 انواع، في حاجه اسمها الريلايبيليتي نوعين، وفي كميه من الشغل فيها كثير جدا، ويستحسن دائما تستعمل كويستشنير اوريدي. الزول اللي حيقود الفريق بتاع التقرير النسخه الثانيه وانت قاعد تتكلم بس سامعينه
شلت من خشم هذا الثوب. اي دكتور عبد المنعم، عن احنا العلم ده داير انه يكون فيه شكل تقرير، تقرير النسخه الثانيه ده بس عندك انت ده. ان شاء الله ان شاء الله والله العظيم جد جد يعني. لن نبخل باي علم والله. لا بس خلاص السيدة يا اخواننا عرفتوا زول الفريق، ان احنا كلنا هنبقى فريق بتعامل مع دكتور عبد المنعم في النسخه الثانيه من واقع البحث العلمي في السودان. شكرا، اكتفي بذلك. الله يكرمك يا دكتور، شكرا جزيلا لك. الاسئله بتاعتك ان شاء الله هتتجاوب عليها يعني، ما 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 متجاهلينها ولا كده. دكتور شاهيناز تفضلي. شكرا يا دكتور عبد المنعم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام يا دكتوره. كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. احمد ولدي لله. كيف حالكم؟ ان شاء الله كويسين، ربنا يحفظكم ان شاء الله من كل شر. حاجه جميله لله. جدا، وتقرير جميل، وعمل انا متاكده اخذ منكم زمن طويل. انا بتذكر حضرت انطلاقه الفكره قبل كم شهر كده، فكره جميله جدا. مجرد انه تجيكم فكره انه انتم عايزين تشتغلوا حاجه زي دي، دي براها تعتبر، أنا بالنسبة لي تعتبر حاجة كبيرة يعني، لأنها هي فعلا أكبر مشكلة نحن قاعد تواجهنا حاليا في موضوعنا في السودان ده، إنه نحن الداتا ما قاعدين نلقاها أصلا، يعني حاجة ذاتها صعبة يعني. فنحن يعني حاجة كويسة إنه أنتوا أصلا قدرتوا تجمعوا الداتا دي. أنا بشترك مع الدكتور اللي اتكلم قبلي في حتة أنا كنت أخذتها، إنه أنا عايز أسأل منها، اللي هي فكرة إنه الداتا اللي جمعتوها وعملتوا منها البحث العلمي بتاعكم ده، التقرير بتاعكم ده اللي هو أشبه بتقرير علمي السودانيين دي. طيب مثلا في حتة كثيرة طبعا حصل فيها دروب، بيكون اللي هي الفكرة بتاعت شنو، مثلا نحن كنا سودانيين موجودين في حتات تانية، ما بحثنا بأي شكل من الأشكال ما قاعد يشير للسودان، فده ما بيكون يتلقى بالنسبة ليكم يعني. خط يعني في أبحاث كثيرة، ما أنا بس يعني ممكن أقول الناس كتار أنا بعرفهم في العالم ده موجودين في السودان خارج السودان بحثوا وما قاعد يشير للسودان بأي شكل من الأشكال، ولا لموقعه ولا أي حاجة، بنكتبه باسم حتات تانية إن إحنا كنا فيها. فدي واحدة من المشكلات اللي ممكن تكون عندنا أبحاث رائدة وموجودة في ناس كتار عندنا، وعارفين إنه نحن عندنا في الفترة الأخيرة عدد من الباحثين السودانيين الموجودين داخل السودان أو خارج السودان في الرانك بتاع الباحثين العالميين، برضو دخلوا في الرانك بتاع كم كده باحث عالميا، اكثر من 100 هون غايته ما عارفاهم كم. فدي كمان حته انا برجو انه تدخلوها في التقرير بتاعكم النسخه الثانيه، برضو الباحثين السودانيين التوب رانك عالميا دخلوها كحته تخش في الجاي يعني. وبثني برضو كلام الدكتور اللي اتكلم قبلي انه نحن عايزين الداتا اللي احنا جمعناها دي تكون لوجيكالي مصنفه والبيربز بتاعها واضح وطريقه اختيارها واضحه مكتوبه في التقرير، يعني نوضح نحن اخذنا السامبل بياتو طريقه، نوضح الحاجات اللي هو قالها برضو قبل شويه انه نحن هنحسب الفاليديتي ونحسب الريلابيليتي والحاجات دي كلها قبل ما نتكلم عنها، عشان يكون حتى الجهه الثانيه اللي هتجي تاخذ من بحث من تقريركم ده يوم من الايام، أنا بتوقع له ويعني حاجة لقدام إن شاء الله، إنه حتى ناس المنظمات العالمية، ناس اليو إن وغيره اللي بيبحثوا عن حاجات عن السودان أو داتا عن السودان هتتلاقي في بحثكم ده أكتر من إنك تتلاقي في غيره، فعشان كده التطوير له نقوم ندخل الحتات دي فيه. برضو أنا بقول إنه في حاجة يعني، لو البحث ده أو التقرير ده بعد ما تم أو نحن أرفقنا مع التقرير ده مؤتمر، ليه لا مؤتمر يعني، نحن الحاجات الداتا اللي ممكن نجمعها من المؤتمرات ممكن تكون كثيرة جدا جدا، لأنه بيطلع لنا بتوصيات ما بقدر أطلعها في تقرير، ده شغل عالي جدا جدا، واللي هو ده هدف الفاونديشن السودانيز ريسيرش فاونديشن، ده هدف الأساسي. التقرير ده روح الجروب كله، فروح الجروب دي نحن نطورها أكثر ونقوم نعمل منها مؤتمر جامع، أوراق علمية نشوف آراء السودانيين داخل وخارج السودان، ومن جوه المؤتمر نعلن انطلاقة بارتنرشيب بين الباحثين السودانيين في تقرير ده مع جهات عالمية، ممكن تكون ريسيرش سنترز، ممكن تكون يونيفرسيتيز، الناس تسعى عليها كجزء من عمل التقرير ده، تسعى عليها كجزء منه، فنلقى بارتنرشيبس ومن جوه المؤتمر ده نعمل كولابوريشن ما بين الباحثين السودانيين في تخصصاتنا المختلفة. عندنا الانتر ديسيبلينري
ريسيرشز وعندنا حاجات كثيرة الناس ممكن تساهم فيها، وعندنا الجلوبال امباكت بتاع الريسيرش الشغال حاليا. كل الحاجات دي احنا لو التقرير ده هو انا اتخيل لي يعني نقول عليها خطوة اولى ممكن ترتقي بالبحث العلمي في السودان بكافة مجالاته. انا ما قاعدة اعظم فيه لا، لكن دي خطوة ما اتعملت قبل كده. انا اتخيل لي دي ممكن تكون يعني سبق. فأنا بتمنى إنه بالنسبة للناس الموجودين الآن وحاضرين التقرير ده، الجامعات كلها ممكن تسهم في ترقية التقرير ده أكثر بتمليك الداتا بس بتاعت الريسيرش اللي اتعملت فيها واللي اتنشرت. بالنسبة للناس الباحثين الموجودين يدعموا البرنامج ده بحيث إنه ممكن يمشي لقدام زي ما قلنا ويتطور لحاجات أكثر مما نحن خدتينا ليه. والآن فكرة البارتنرشيب ان احنا ممكن نعملها، جهات كثيرة ممكن تساهم فيها، وحتى افراد احنا ممكن نعلن الحاجة دي كمبادرة ضمن التقرير بتاعنا ده، ونشوف الناس اللي ممكن تساهم فيها سواء كان من داخل السودان او من خارج السودان. دي كلها حاجات انا يعني بقترحها. وتاني حاجة عايزة اسأل منها، الداتا اللي انتوا استخدمتوها في التقرير بتاعكم ده، يعني هل هي الداتا دي يعني محصورة عليكم ولا ممكن الزول يحصل عليها؟ يعني حتى لو سجلتوها سي سي كرياتيف كومون، هل ممكن يعني مثلا باحثين يتقدموا لكم بطلب انه عايزين مثلا داتا عن الريسيرش في السودان عشان يستخدموها في ابحاثهم ولا كده، ولا ما في لها طريقة؟ دي حاجة. وتاني شيء اللي هي فكرة عشان حنط لك هنا بس يا دكتورة شاهينات. ايوه اتفضل. احنا عندنا مبادرة من المشرفين زادت والباحثين السودانيين بيقودها طالب مرشح للدريه الدكتوراه في علوم البيانات اللي هو تامر بشرى سليمان من الكو فاوندرز والباحثين السودانيين. عنده مبادره اسمها الداتا سيتس عشان تكون اوبن للناس، وفيها جروب فرعي مختص للباحثين السودانيين. واسيان احنا اي بيانات عندنا حتكون من غير ما نلمس طبعا خصوصيه بتاع الزول، ولا تكون ريفيلينج، ولا فيها بيرسونال ايدنتيفاينج انفورميشن ولا كده، كلها حنخطها لاغراض البحث العلمي برا. يعني احنا الحاجه ما بنطالب ان احنا بنعملها. فطوالي اي زول داير حاجه من حياه العمل نادي يقول داير طوالي بنديه، وما في مشكله. كلام جميل. دي اكبر ثروه، طبعا اكبر ثروه الداتا حاليا، اكبر ثروه في العالم. ففكره انكم انتم تتيحوا اصلا الداتا دي للناس، دي حاجه تحمدوا عليها. وانا ثاني بشكركم على المجهود اللي انتم عملتوه في التقرير ده، وانه ولسه بثمن فكره انه التقرير ده ممكن يكون خطوه للامام. ارجو انه الناس تهتم بها اكثر، الجامعات، معاهد البحث العلمي، مراكز البحث العلمي في السودان، المهتمين بالبحث العلمي داخل وخارج السودان، يا ريت انه الناس تدعم الفكره دي اكثر، لانه انا اتخيل لي ممكن نقدم بها السودان كثير. يعني الدول كلها تقدمت بالبحث العلمي، نحن كلنا عارفين، لكن نحن لسه عندنا البحث العلمي بعيد شويه. أكبر مشكلة قاعد تواجه الباحثين السودانيين في الفترة الأخيرة دي اللي أنا لاحظتها، إنه الكوست بتاع النشر العلمي في الأوبن سورس جورنالز دي، الأوبن أكسس جورنال. أيوة، مجلة الباحثين السودانيين طبعا برضو هنا لازم أقول إنها هي أوبن أكسس. أيوة. والرسوم الأرتيكل بروسيسنج فيز في مجلة الباحثين السودانيين هي عبارة عن $100، ما $1000 و $1200. $100 للقادر، للزول عضو هيئة التدريس اللي قاعد في السعودية والقاعد في الإمارات والقاعد في قطر وكده، للطالب في السودان مجانا. تمام. أي طالب بيجي يقدم للبتاع بيحصل له ويفر من الكلام ده. إخوانا دي مجلتنا نحن، بتاعتنا نحن، ونحن دي الناس اللي بيقدروا يقدموا بيدعموا. عندك خد معي. تمام. ما كنا عارفين الكلام ده فعلا. كويس، دي حاجة ممتازة، لأنه قاعدين نفتش. يعني أنا شخصيا لما أجي أبقى يعني أنشر بحث بقوم بمشي مثلا ناس سكوبس، أمشي أخوش مثلا ناس الكلاريفيت أناليس أفتش فيهم جواهم، وأفتش الحاجات الأوبن أكسس جواهم، بلقى الأسعار خرافية. وبرضو لما سألت كثير من أعضاء التدريس كانت دي مشكلتهم، إنه ما بيقدروا ينشروا فيها نسبة للأسعار الغالية بتاعتها. فدي كويس إنه أنت أديتنا الفكرة دي، إنه أصلا الأسعار عندكم أقل من الأسعار العالمية كثير، ودي حاجة الحمد لله كويسة. وأتمنى إنه لقدام كمان المجلة تأخذ رانك عالي وتبقى في الداتا بيزز العالمية كلها. شكرا لكم كثير، شكرا يا دكتور أنور، وشكرا يا أحمد، وشكرا يا سلمى، وشكرا كل الناس المشاركين
في البرنامج بتاعكم ده. طبعا اول حاجه اهتمينا بقى انه نعمل داونلود للتقرير عشان نقرا بالراحه برواقه، رغم انه انا جيت متاخره، لكن اللي حكته في النهايه ده يعني انا شفت التقرير نفسه يعني عمل مجهود جبار. شكرا لكم كثير، يديكم العافيه. شكرا جزيلا دكتوره شاهيناز، يديك الصحه والعافيه، وموفقين ان شاء الله بكره في المؤتمر بتاع الامن الغذائي. طيب دكتوره سهيله، استاذه سهيله تفضلي عرفي بنفسك، تفضلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا سهيله محمد عبد الرحمن، دنتست / اكاديميولوجيست، حاليا مقيمه في بريطانيا، بس كنت في السودان وشغلت في التدريس for 9 years. So أنا بس I wanted to give like a feedback، لأنه عينت برضو في التقرير ما شاء الله يعني شغل حلو شديد، وأنا زي ما بقوله when Sudanese Researchers Foundation started كل الناس من الناس يعني متابعينها من بدت من سنين طويلة زي ما بقوله، وما شاء الله ما شاء الله it does have an impact and I know so many of my students refer to your pages on Facebook عشان يقول مثلا معلومة أخذتها من هناك، وفي بروف قال كده وفي دكتور قال كده، it's really good work. من الجانب حق البحث العلمي أنا في بس نقطة حابة يعني أتكلم عنها، في إنه recently كنا شغالين reviewing للبحوث حقة الـ PhD والMDs اللي بيتخرج من مجلس التخصصات، وللأسف أغلب البحوث إنها مشاكل fundamental في structure بتاع research، فهي يعني researches في النهاية مواضيع حلوة وفيها مجهود كبير، لكن الشكل النهائي بتاع research paper it is يعني sorry for my language absolutely rubbish. يعني مشاكل fundamental، يعني زول إنه مشكلة في إنه ما he's not presenting his methodology properly، في حاجات مهمة شديد هو ما كاتبها في research، لكن the idea of the research itself والشغل الزول عمله شو يكون بذل مجهود جبار سنة كاملة جاري، في النهاية يجي يقدم research ركيك شديد يعني، وبالمقابل ده ما بينشر. يعني شوف كم طالب بتاع MD بيتخرج مجلس التخصصات سنوية من كل التخصصات and we don't see any research حقيقي في المنصات الثانية يعني. وواحدة من الحاجات اللي أنا انتبهت لها برضو إنه حتى المراجعين يعني أنت بتشوف بحث ركيك بيخش في مناقشة بينجح، بيحصل شنو أنت بتفهم يعني؟ ما ممكن الناس دي بيكونوا they can't see these fundamental issues that are wrong with this research paper. ما قاعدين يرجعوهم، ما قاعد الواحد بس دار يتخارج، دارين يخارجوهم، لكن يعني سياسة المخارجة شغالين بها في الجامعات وفي في يعني على مستوى PhDs يعني it's absolutely wrong. But what I'm trying to say is, I know the data that you collected is what you could find. لكن حقيقي كمية research والdata that has been collected over different topics في السودان عظيمة ورهيبة وكثيرة. لكن it's all on shelves في الجامعات وفي المجالس وفي ما مستفيدين منها، ما في زول قادر يستفيد منها، لأنه حقيقي الطالب ده ما يتوجه صح من البداية. هو جاء قدم بحث ركيك يرجعه، أرجع ضبطه وتعال، يعني مجهودك ده ما ممكن يروح ساي just because you can't properly present it in a scientific way. فبس دي واحدة من الحاجات اللي يعني نفسي الناس تشتغل عليها، على إنه الطلبة ديل they're not stupid. You can tell them go back study. Well, يعني العذر بتاع إنه ما قرونا وما أدونا ده بقى is useless، لأنه أي حاجة بقت موجودة online. You don't need someone to come to you and teach you how to present your research. Everything is there. لكن يعني الناس ما تتساهل وما تتهاون for their own good. يعني هو الطالب ده في لحظة ده يتخارج، لكن in the long run this is real data that has been collected on grassroots levels. بتروح ساي يعني حاجات الناس الكبار بعدك ما بيقدر يرجعوا يعملوها. فدي بس النقطة يعني حبيت أوضحها، وياريت إنه الـ Sudanese Researchers Foundation ممكن تشتغل على الحاجة دي، ويكون في سيمينار للـ Education Providers or Professors or anyone who's responsible for accrediting a research or telling someone okay your research is good although it's completely rubbish. يعني يعني ياريت دي نقطة أنا حابة إنه
ما عارفة إذا already ناس تكلمت فيها ولا اتعملت فيها some kind of move، لكن يعني دي نقطة أنا لاحظتها كتير شديد. وشكرا لكم. شكرا لك دكتورة سهيلة. هنقول لك زي ما قلنا لدكتور عبد المنعم، إنه طالما الناس عارفة مشخصة وين المشكلة بالضبط، معناها بيكون عندهم يعني proposal ولا vision لحلها. فالسودانيز ريسيرشرز هي أس all of us القاعدين السيديل هنا ده في الفيسبوك وغيره. فطوالي يعني step forward، وقولي والله يا أخي أنا دار أعمل الحياة الفلانية، أنا will dedicate one hour a week. دي يعني زمن كتير جدا لو حسبتيه بالسنة، والله to mentor مثلا طلاب بتوعون الحياة الفلانية الفلانية. أنا مستعد إنه to revise أي زول عنده research بتاع MD ولا بتاع غيره. فكده كده بنكون إحنا في positive side، لأنه لو ما حلينا وما بقينا جزء من حل المشكلة فدفنتلي إحنا جزء منها ومتأذين بها، وما في واحد في مصلحته إنه يكون جزء من المشاكل. فشكرا لكي، ويا ريت يعني تكوني قريبة برضو وتقدم مبادرة، يعني تكوني جزء من الطاقم بتاع الناس الشغالين المتطوعين، كتر خيرهم جميعا. شكرا لك. بس عندي إضافة يا دكتور. نعم. عندي إضافة بسيطة في موضوعين. الموضوع الأول في تعليق ذكر في الشات مهم شديد. دكتور عبد العال حمزة هو دكتور في وزارة التعليم العالي شغال، فهو كتب نور. أو ذكر أنه ذكر أنه في مستخلص تصدر وزارة التعليم العالي يصدر سنويا عن البحث العلمي. أنا صراحة أرسلت لكل لناس وزارة التعليم العالي ومشاهد وزارة التعليم العالي المستخلص ده يتحصل عليه. بتمنى أنه لو هو الآن قاعد معنا استدي فرصة يورينا كيف زادر تحصل على المستخلص ده. شكرا لك. أنا ما أعرف دكتور عبد العال حمزة ده، هل هو دكتور عبد العال عبد الودود محمد حمزة سينيرنا في الدكتوراه في كوريا ولا زول تاني؟ لكن لو هو يا ريت لو فتح المايك، لأنه طلع 3-4 مرات من السيشن، ممكن يفتح المايك ويتكلم. دكتور عبد العال تفضل يا دكتور. طيب بيكو يعقوب، يا ريت تعرف نفسك، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نشكر مؤسسة الباحثين السودانيين على إتاحة هذه السانحة، ونشكركم على التقرير الوافي والكافي حول واقع البحث العلمي في السودان. فعلا يعني تقرير حوى أو تضمن كل الأبعاد بتاعت البحث العلمي الموجودة في السودان، وده شيء جميل يعني إنه كون الناس تسلط الضوء باعتبار إنه البحث العلمي هو سر تقدم الشعوب وإلى آخره. في الحقيقة أنا دكتور أبو بكر أبو آدم، مدير مركز البحوث التربوية بكلية التربية جامعة الخرطوم، وممكن يكون يعني الجلسة دي كانت جلسة قيمة بالنسبة لي أنا، ودار اتطرق لو سمحت لي عن حاجة بسيطة برضو ممكن تصف في ضمن أهداف المحاضرة دي، وممكن تكون لقدام نوع من الشراكة والتشبيك مع المؤسسة، باعتبار أنه إحنا مؤخراً أنشأنا مركز للبحوث التربوية بكلية التربية جامعة الخرطوم، وهو ممكن يكون أول يعني مركز متخصص لإجراء في البحوث في المجال التربوي بالأخص يعني. وممكن ذاته نتج نتيجة لنداءات كثيرة من وزارة التعليم العالي ووزارة التربية بأنه مفترض يكون كلية التربية عندها مراكز بحثية بحيث أنها تساعد الوزارة في إنجاز المشروعات البحثية المختلفة. وممكن يكون برضو يعني الشاهد في الواقع السوداني أنه في حلقة وصل مفقودة بين كليات التربية ووزارة التربية والتعليم العالي ووزارة المركز القومي، كل جهة من الجهات دي بتشتغل في اتجاه مختلف. فممكن يكون يعني هدفنا أنه ننشئ المركز ده على أساس أنه يكون حلقة وصل يربط الجهات المختلفة دي مع الوزارة، عشان نحن نقدر يعني نصلح حال التعليم بأي شكل من الأشكال، لأنه بلادنا شكل التعليم هو سر تقدم الشعوب، يعني أنه الآن الناس بدأت كلها تفكر في القصة بتاعت التعليم. فأنا يعني بشكر مؤسسة الباحثين السودانيين في أنها يعني كل
الريبورت اللي قدمتوه اذا كان في واقع البحث العلمي او ان الانجازات تمت من خلال المؤسسه. ودي مبادره جميله جدا محتاجه لانه نحن موجودين في السودان نعمل معكم تشبيك حقيقي على اساس انه نوجه الان نحن دايرين ممكن يكون حتى في سياساتنا في المركز انه ننشر ثقافه البحث العلمي الموجه. الان في بحث علمي اي موجود لكن يا جماعه بكل صراحه بحث علمي في وادي والبحث العلمي اللي نحن دايرينه في وادي اخر. فالان نحن محتاجين لانه نحن ننظم اول حاجه بحوثنا تكون بحوث موجهه على اساس انها تحل قضايا التربية والتعليم وقدر الثقافة دي. وفي نفس الزمن يا جماعة حبيبنا دكتور بابكر شكله الانترنت عندك شوية بيتوقف كده. دكتور سعد السودان. دكتور سعد يا حبيبنا أبو علوان. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. المعرفة كلها بتستثمر في البحث العلمي يعني يودين في يعني في العالم بشكل عام. فبالتالي نحن محتاجين ننشط هذا الجانب. شكله ديسكونكتد. طيب دكتور سعد اتفضل عشان نكسب الزون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته يا حبيب. ممكن الدكتور ابو بكر عنده مشكله في الانترنت ممكن. ايوه نعم فاذا دخل في اي وقت انا بنسحبه بترك له الفرصه عشان شكرا يكسر. لك شكرا لك يا بارك الله فيك. احييكم واحيي كل الحضور الموجود واحيي المجهود العظيم اللي قاموا به الاخوه الاعزاء والشباب في يعني اكمال هذا البحث اللي هو مهم جدا يعني احنا بالنسبه لنا جميع الموجودين هنا مقتنعين تماما باهميه البحث العلمي وبانه هو الان بيعتبر مخرج بالنسبه لكل الازمات والمشاكل اللي موجوده في السودان. يمكن النقاط اللي انا عايز اتكلم عنها يعني النقطه الاولى يعني انا وقفت كثير في الحته بتاعت انه عمداء يعني مراكز البحث العلمي وكليات البحث العلمي في الجامعات انه ما تجاوب التجاوب الكافي في عمليه اكمال هذا البحث. ف يعني دي حته الواحد بيقف فيها كثير يعني انه السبب شنو. واذا كان هم ديل يعني احنا لما نتكلم عن البحث العلمي معناه بنتكلم عن عماده البحث العلمي في الجامعات السودانيه وكل الجامعات السودانيه بلا استثناء عندها عمادات بحث علمي خاصه الجامعات الحكوميه. فلما يكون في بحث زي ده وهم ما يتجاوبوا فدي علامة تحت استفهام كبيرة جدا انه في خلل somewhere. وانا لما اقول الكلام ده صراحة يعني بقوله بكل شفافية يعني اصلا من صفات الباحث انه لازم يكون متجرد من عرقته اذا كان بينتمي لعرق معين وعن يعني قبيلته وعن لو كان بينتمي لجهة معينة ولا كده ولا كده. ليه؟ لأنه مرات كثيرة نتائج البحث بتجي تتعارض يعني مع معتقداته مع عرقه مع قبيلته بينتمي لها لكده. فلابد أن يكون الباحث يعني يتحلى بالشفافية ويتحلى بالتجربة. فإحنا الآن عندنا علامة استفهام لابد أن نجاوب عنها بكل تجربة. الخلل وين؟ في انه هؤلاء العمداء لبحث مهم زي ده وبهم السودانيين كلهم يعني ليش ما شارك؟ لماذا ما شارك؟ يعني هل عندهم راي مثلا في مؤسسه الباحثين السودانيين؟ ما سبب. لانه اذا كان عندهم راي في مؤسسه الباحثين السودانيين وفي القائمين على امرها في النهايه احنا بنتكلم عن بحث علمي. ولما نكون احنا نتكلم عن بحث علمي لازم احنا بالنسبه لنا زي ما قلنا نتجرد بحيث نصل لوين الخلل انه بيكون. الحته دي مهمه جدا لانها بتقودنا لحته مهمه جدا لو ما وقفنا فيها ولو ما كل القائمين والمسؤولين وقفوا فيها وتم تصفيتها وتجريدها ما حنمشي لقدام. اللي هو الحته بتاعت فصل التعليم العام
والتعليم العالي عن السياسة. لا بد من إنه حتى اللي بيجي يجلس في الكرسي أيا كان الكرسي اللي بيجلس فيه لا بد إنه يكون هو متجرد عشان نقدر نطلع للبلد في بلدنا دي لقدام بصراحة. يعني الآن مثلا أنا ممكن بالنسبة لي يكون عندي يعني انتماء معين، بالنسبة لي ما أتقبل مثلا فكرة جايني من شخص تاني عنده انتماء معارض، ده غلط. إحنا بالنسبة لنا اللي بيحكمنا اللي هو الأشياء الأساسية بالنسبة للبحث العلمي وكيف إحنا نستفيد منها في تطوير بلدنا. يعني الآن في يعني مجتمع معقد ومجتمع يعني متنوع زي المجتمع الأمريكي، المجتمع الأمريكي تلقى فيه المسلم، تلقى فيه المسيحي، تلقى فيه اليهودي، تلقى فيه يعني اللاتيني، تلقى فيه الهندوسي، تلقى فيه أديان الدنيا كلها موجودة هناك، عرقيات الدنيا كلها موجودة هناك. ولكن لما يجوا يشتغلوا كلهم بيكونوا خاتين بلدهم لقدام، حتى اللي جنب بارح دخل يكون خاتي الكلام ده في باله، عشان كده بلدهم ماشي لقدام. أنا كان بيكلمني يعني دكتور زميلنا يعني هو مصري لكن عنده جنسية أمريكية، فبيقول لي المركز البحث اللي كان شغال فيه بيقول لي على رأسه واحد يهودي، قال لي هذا الرجل أنا متأكد تماما من نظراته من تعامله معي إنه هو بيكرهني جدا، هو يهودي وده مسلم، لكن قال لي في البحث لما نجي نشتغل لما يجي يقيم يخلي الكلام ده كله بيتجمع. فنحن محتاجين للحتة دي، نحن محتاجين لأنه الناس كلها تتجرد من أجل إنها هي تطلع بخلاصات يعني تستفيد منها البلد والبلد تمشي لقدام. طيب نقطة تانية اللي هو الحتة بتاعة كيف نقنع القائمين والمسؤولين في بلدنا، يعني الموضوع ده بيهمنا والموضوع بتاع البحث العلمي والواقع للسودان، كيف نقنع المسؤولين والجهات المسؤولة بأنه نحن عندنا حلول كعلماء في المجال. يعني في كوارث الآن بتحصل في السودان، يعني مشاكل اجتماعية اقتصادية سياسية وكلها وحتى تعليمية، حلول موجودة وبإمكاننا نعمل يعني نسلط عليها الضوء ونطلع منها أشياء وأشياء، لكن مين اللي بيسمع؟ دي نقطة مهمة جدا، لأنه اللي بيسمع يفترض في الأول يكون عنده التزام تجاه الباحثين دين، لأنه إذا اقتنع هو بالفكرة وإذا اقتنع بالمسألة بيقدر يتجاوب معك، بيقدر يدفع عليك، بيقدر يخصص بند بتاع صرف معين للباحث ده، لأنه الباحث ده كله ما كان يعني ما عنده هموم معيشية، يعني ما عنده إشكالية في مثلا توفير حاجاته الأساسية وكده، بيقدر يبدع وبيقدر يشتغل وبيقدر ينتج، ما هو عنده الأدوات لكن هو معطل بسبب إنه هو مثلا يعني لسبب أو لآخر معيشة هموم مشاكل أيا كان، لاحظت الفكرة؟ فيبقى معناته إحنا بالنسبة لنا القائمين ده كيف نقنعهم بأهمية إنه يصرف على البحث العلمي والدولي قدام. طيب أنتهز فرصة وجود بروف شاهناز وحيّة من هنا، وصراحة إحنا عندنا بحث كان عملناه في 2020، البحث ده كان بعنوان استراتيجيات اللي هو لتفعيل التعليم الإلكتروني في السودان أثناء الجوائح العالمية، جائحة كورونا 19 اللي هو شنو نموذجه، أخذنا فيه الإشكاليات كلها اللي ممكن تحصل، حتى المشاكل اللي ممكن تحصل، وأخذنا المبررات، مشاكل اقتصادية ممكن تحصل، مشاكل اجتماعية ممكن تحصل، وأوردناها في نقاط معينة وقدمناها كبحث علمي. الآن شوف البحث دي 2020، الآن نحن في 2022، الآن مواجهين بمشاكل في التعليم العالي في السودان، بأنه الآن في ظاهرة بالنسبة لنا نحن كباحثين كارثة، أنه الطلاب دي ليه محولين من الجامعات السودانية وماشيين على الجامعات الخارج السودان. طيب دي إحنا ما وضعنا لها حل من قبل سنتين لكن ما بحد يستمع لنا، فأنا الحتة دي يعني يا ريت لو أنه نحن نوجد طريقة في أنه كيف نخترق المسؤولين دي بكاملهم، يعني أنه يا جماعة الخير الموضوع دي الحلول اللي انتوا بتعملوها دي نحن مقدرينها ومحترمينها، لكن ممكن تكون في حلول احسن وممكن تكون في حلول افضل. غير ذلك يعني انا مع احترامي لكل المجهودات اللي مقدمه ما اعتقد انه يكون عندها صبر، ما اعتقد انه يكون عندها صبر. اختم بحاجه برضو
ورقة علمية برضو قدمتها يمكن قبلي في 2021 أو 2022 اللي هي كانت عن حوسبة السلطة القضائية في السودان. كان بحثي ممتاز جدا ولقى صدى، وصلنا للمسؤولين في السودان، ولكن خلاص يعني عملنا اجتماع اجتماعين، اجتماع واحد بالزوم، كان مفروض يكون في اجتماع ثاني بالزوم، ولكن بكل أسف يعني ما مشى لي قدام، وما زال لسه عندنا القضاء السوداني شغال بنفس الطريقة البدائية اللي الناس ما احترامنا لهم يعني طبعا، لكن المهم يعني وصف يعني للواقع، ما زالوا مصرين يشتغلوا بنفس الطريقة، حتى بالنسبة للعملية تحت السيرك والسيرك الإلكتروني والحكومة الإلكترونية والحكومة الذكية. نحن بالنسبة لنا لازم في الأول نقتنع، ويقتنع المسؤولين، ويقتنع الشعب نفسه بأهمية ذلك. دي الخطوة الأولى. خطوتنا الثانية بعد كده نجي في العملية تحت التطبيق. الخطوة الثالثة بتجي بعد ذلك العملية تحت الفيدباك والعملية تحت التطور، اللي هو ما في نظام قام كده. يعني هسه الان احنا عندنا عايشين في دول الخليج وشايفين الحاجه الحاصله، ما في نظام حاسوبي قام من البدايه طوالي قام طلع الجو، لا بيمشي ستيب باي ستيب لغايه ما يصل للمراحل اللي احنا عاوزينها. لكن بدايه لا بد من اقتناع المسؤولين والقائمين على امر الدوله باهميه البحث العلمي، وبانه البحث العلمي الكافيه المناسبه بتجي الخطوات الثانية كلها انسيابية. فيا ريت تتولوا، أو يا ريت لو عندكم إمكانية إنكم أنتوا نعمل عصف ذهني، نعمل يعني اجتماعات في إنه كيف إحنا بالنسبة لنا نوصل صوتنا دي للجهات المسؤولة. شكرا جزيلا، بارك الله فيكم. شكرا جزيلا دكتور سعد. لو طولنا لا ولا يهمك. ودكتور أبوبكر جا راجع تاني وهو قاعد قريب من الجهات المسؤولة. دكتور أبوبكر تفضل واصل كلامك. شكرا دكتور سعد. دكتور بكر لسه المشكله بتاع الانترنت قائمه ولا شنو؟ طبعا يعني كان بيكرر دكتور بروفيسور علام النور طوالي انه يعني في حاجات كده ما بتبقى، يعني احنا سيدي الباحثين السودانيين ما عارف جوجل فور ديكيتر سودان، تعليم بلا حدود، صدقات، كل المنظمات التطوعية دي كل واحد فينا لو شايل له مليار دولار ما هنقدر نعمل حاجة لو ما في ليجيستيليشن، ما في قوانين، ولو ما في إنفاذ للقوانين دي عبر الحكومة ولا كده ما بتبقى. إلا لو كنا قاعدين في قرية ولا حاجة بعيدة، لكن نتكلم على حاجة ناشونال ليفل، يكون في إيكواليتي في الأكسس للإدوكيشن للبنات لغيره، الكلام ده بيحصل إلا يكون في governance بطريقة ما، ودي حاجة مستمرة نحن عندنا فيها. قبل كم يوم بسمع لي في بودكاست واحد من متحدثي تيد بيتكلم على إنه قيمتك كم القيمة اللي بيخطوها السياسيين في كتة ده، يعني الليل أنور ده قيمته كم من وجهة نظر وزير الصحة، من وجهة نظر رئيس الوزراء، وزير الدفاع غيره. التيرن أوت إنه فعلا في كل واحد، كل مواطن عنده قيمة، عنده ليبل كده مخطوط أنور وأحمد وبتاع دي، عملوا جوطة نعمل لهم شارع، ما عملوا جوطة نخليهم، فلان وفلان دي نعمل لهم شارع من غير ما عملوا جوطة. لا، كل زول عنده برايس، عنده برايس ليبل قاعد في جبهته هنا ده سعرك كم. فإحنا لو ما بيقى البرايس ليبل بتاعنا كله يعني في الهايست ليبل بتاعه ما أظن نمشي لقدام. لو ما مجتمعنا بيقى بيهتم بالموست فورنبل في المجتمع ما حنقدر نمشي لقدام، ما بنقدر نمشي لقدام. الإنسان السوداني بطبعه بيحب العلم والعلماء، لكن ما بتبقى الحياة ما بتبقى كده زي، لازم يكون في institutions يعني. فالله المستعان كلنا نعمل عصف ذهني ونعمل بتاع على أساس إنه الأمور تمشي لقدام يعني كلنا مع بعض. دكتور بابكر إن شاء الله الإنترنت رجع. يا دكتور أنور كيفك؟ إن شاء الله تمام. حبابك يا غالي، تفضل. يديك العافية. أنا والله ببدأ كلامي من حديثكم الأخير في إطار إنه يعني كيف نحن نقنع المسؤولين بأهمية الحاجات اللي إحنا بنسويها. ممكن يكون دكتور سعد ودكتور شاهيناس هم متابعين موضوع المركز على البحوث اللي إحنا إنشأناه وكذا، وممكن يكون ذات الحتة دي استوقفتني كثير، يعني إنه نحن عندنا جمعيات كثيرة وفي روابط وإلى آخره، كل الجهات دي ما بيقتنعوا بها الناس الماسكين
السلطة أو أصحاب القرار يعني يا عدوها جهة سياسية يا قالوا تنزل يا طائفة. عشان كده ممكن نحن الآن يعني نحن يعني في المركز بتاع البحوث التربوية هو تابع لمؤسسة ممكن يكون جامعة الخرطوم كلية التربية من أعرف كليات التربية في السودان. ممكن إحنا يا أخي كل الناس الأصوات اللي بتقولها إحنا ممكن ناس تعمل لها عملية بتاعت حوكم وتغنين وتوديها للجهات دي وتقدر تقنعها باعتبار إنه دي لا جهة فلانية ولا جهة فلانية بكل الحاجات دي يعني. فممكن إن شاء الله العصف الذهني ممكن يكون إن شاء الله في إطار إنه الناس إذا بدأت عندها مشاريع مثل يعني زي المشاريع القيمة اللي بتقدموها دكتور أبو بكر شكله الإنترنت تاني ضعيف عندك. مؤسسة البحث لأنه الهدف واحد هدفنا إنه والله الناس تكون يعني لأنها جميل يعني بكل شيء. الإنترنت ده في السودان نصير الدكتاتوريات. شفت الإنترنت ده كيف ذاته ظالمنا بهناك. ظالمنا أنا. دكتور أبو بكر ما سامع إنك. يا دكتور كيف يبدو انه الانترنت الانترنت ضعيف شويه عشان كده. ما ضعيف قلت لك هو نصير الدكتاتوريين في السودان يعني هو معاهم شغال معاهم زي الدوشكا والبتاع. الله يا هذا الله المستعان. اي والله اي والله ربنا يعين ان شاء الله. فانا اشكر والله المبادره بتاعت مؤسسه الانترنت تاني شكله فيه مشكلة يا اخوان. والله نشكركم جزيلا على كل كلمات مؤسسة الباحثين السودانيين على شكرا شكرا جزيلا دكتور أبو بكر يعني والله كتر خيركم جميعا يعني ما يعني ده درفعي كبير المعنويات خصوصا انه المشروع ده يعني بيقودوا الشباب وفي الشباب كمان قائدانا كنداكا اللي هي أستاذ المصدق. احنا نكون سعيدين جدا جدا لما الشباب ده يلقوا الثناء ويلقوا الكريديت وكذا لانه ده اللي بيعزز بيعمل سيلف استيم فينا كلنا فين والله المستقبل ممكن يكون افضل يعني. التغريده لو عملوا سينيور اكاديميك زور بروفيسور كبير ولا بتاع ها ما خلاص يعني اضاف كاونت بلس 1 للاكومبليشمنت بتاعته. لكن لما يكونوا الشباب لسه صغار وكذا ده بيخلي الشباب الاصغر منهم كمان يشوفوهم ويتاثروا بهم يعني. فاحنا سعيدين جدا والله الفريق بتاع العمل كله ما شاء الله شباب ورائعين وبتاع. احنا الجلاكين دي كنا بس في الخلفيه زي ما بيقولوا بنصفق بس. طيب دكتور نفيسه نفيسه حسن اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمه اتفضلي. انا دكتوره نفيسه عبدو جامعه غرب كردفان. حقيقه انا بشكر مؤسسه الباحثين السودانيين اللي هي دائما بتتحفنا في مثل هذه الموضوعات يعني الشيقه والقايه في الاهميه. وشكر ايضا يمتد للاخوات مقدمات التقرير عن اهم موضوع انا افتكر انه هو واحد من دور الجامعات السودانيه يعني وخاصه انه مؤسسه الباحثين السودانيين بتضم اساتذه جامعات. فمن الطبيعي أن العملية بتاعت البحث العلمي وتجويده وتجويد الإشراف برضو على الطلاب وكذا. ملاحظ أنه في التقرير يعني النسبة ما قليلة أو ما بسيطة نسبة الاستشهاد للباحثين السودانيين يعني والكتاب الأوسرس اللي بيكتبوا بحوث والنسبة ولكن هنالك عدم تسليط ضوء او يعني ما مرئيه هذه البحوث بحوث الكتاب السودانيين للعالم يعني. فيا ريت مؤسسه الباحثين السودانيين تتبنى موضوع يعني مثلا كتب للباحثين السودانيين مثلا بروف مريود يكون عنده كتاب مثلا وبحوثه النشره يدعم الكتاب ويتباع بروفيسور عوض حاج علي بروفيسور الفحل يعني تدعم الكتب للكم العلمي الهائل للكتاب السودانيين يتباع يتنشر عبر المؤتمرات وكذا. أيضا يا ريت مؤسسة الباحثين السودانيين تفعل دور الحاضنات في المجتمع السوداني
حتى وانه يساهم في تحقيق اهداف التنميه المستدامه. يعني انا حسي مثلا في التعليم الالكتروني وانا كنت في يعني حضور طيله المبادره بتاعت الباحثين السودانيين ابان الجائحه وابان الثوره، يعني كل الحاجات التمت دي كانت الكترونيا عشان يحسوا المؤسسات الثانيه انها تحتضن المشروعات دي اللي بتساهم في يعني في 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 اذا اندلعت اي جائحه مثلا عالميا في اي زمن يتبنوا مثلا عندك المنهج السوداني. في منظمه يسار الخيريه مع شركه، هو وكيل لشركه سكاي وورس هنا في السودان، بيبيعوا التابات. والمنظمه دي عندها التطبيق اسمه مينت، فيه كل المقرر او المنهج بتاع التعليم العام، لكن تلنا او حتى اللحظه ما في ناس وزاره التعليم العام ما عايزين شنو يتبنوا هذه المبادره. يعني حتى بتساهم يعني لو 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 جيب له المنهج ده بصورته دي ممكن يساعدنا في انه يقلل التكلفه، الورق، البعد المكاني، الزماني، الروح، كل الناس دي تتعلم تعليم الكتروني ويكون التعليم يعني خاصه انه the education is must يعني not a choice يعني. ويا ريت انه السياسيين يعني يفصلوا لنا السياسه عن الـ عن الـ عن البحث العلمي والسياسه عن التعليم، حتى وانه نقدر ننهض بمجتمعاتنا لقدام ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور انور، وشكرا للسياحه تفطبينا بها في الباحثين السودانيين. شكرا جزيلا دكتور انور. شكرا جزيلا دكتور نفيسه، وانا طبعا سعيدين بك. انا بتذكر تلاقينا في اكثر من سيشن بالذات بتاع التعليم الالكتروني ايام كورونا والجائحه وكذا، والواحد طبعا قلبه يعني بيتنطط فرحا لما يشوف زميل او زميله داخل من حته ريموت، يعني ذاتس انلايكلي انها تكون موجوده وتناقش وبتاع هناك. الناس اهو في باله في مخياله انه والله يا اخي الناس اللي بيكونوا بس قاعدين قريب من السنتر وبتاع هم اللي بيكونوا متابعين وهم اللي بيشاركوا كده. لكن انا باكد لك وباكد الجميع انه والله احنا من ضمن المشرفين بتوعنا يعني مثلا وفي ده استاذ في جامعه الفاشر وبيشارك بصوره مستمره وبيؤدي المهام بتاعته تحت الاشراف على مجموعه الباحثين السودانيين وقاعد في حته دي. يعني مرق من السودان مشى تركيا جراجع السودان ومواصل في الـ في الـ في الانشطه بتاعته، ودي حاجه مهمه لانه برضو احنا ما دايرين نفقد الثقه بنفسنا، ما دايرين نقول والله يا اخي انا ما حقدر اعمل حاجه الا اطلع برا السودان، او يكون والله جامعه السودان ولا الشغل في السودان ده بس هو العبور عشان انا اصل بيه برا، كان الحياه والانجاز والبحث والبتاع كله برا. الكلام ده ما حقيقي. يعني احنا عندنا حاجات بنشكي منها، لكن في نفس الوقت عندنا حاجات بنفخر بها. عندنا حاجات very original، لازم نكون عندنا الصيغه الكافيه بانه احنا والله بنقدم للعالم زي ما بنستقبل منه. المشاكل والازمات بتاعتنا والحكام الفاسدين والبتاع دي كلها حاجات temporal مؤقته بتنتهي مؤقت، لكن يوم تنتهي لازم احنا كباحثين وكمواطنين نكون جاهزين عشان نمشي ببلدنا لقدام. ما بالضروره في عبر المواقع السياسيه والوزارات والبتاع، ومدار احنا شغالين لنا 13 سنه عبر الباحثين السودانيين دي ما شايفين انه والله عندنا اي مشكله في انه نخدم الناس، ما في معوق انه نخدم الناس. بدينا في كوريا الجنوبيه وواصلنا بها في السودان في السعوديه في امريكا في قطر وهسه في ناس في كوريا وفي وين ومواصلين طوالي. فرجاءنا يا اخواننا بالكونفدنس دي خلونا كلنا نشتغل مع بعض، يعني ريجاردلس واحنا قاعدين وين، مرقنا من السودان ما يمرق من قلوبنا نهائيا، فنشتغل له. يعني دكتور امير تفضل. السلام عليكم دكتور، مرحب بك ومرحب بالاخوه الكرام الافاضل كلهم، ونشكر جدا يعني فريق العمل اللي اشتغل على الريبورت، وصراحة يعني فقدموا تقرير جدا جدا ممتاز، وكان لي الشرف يعني ما شفت التقرير قبل النشر، وحتى أنا صراحة بالنسبة لي كانت يعني كنتائج صادمة تمام، يعني في تحليل النشر العلمي في السودان
والبحوث أو المعاهد البحثية في السودان على حسب الجامعات تصنيفه، حتى موجودة ما شاء الله يعني بالسنوات، وكم عدد الأبحاث وكم عدد الأبحاث الباحثين وكم عدد السيتيشن أو في الأبحاث دي. فصراحة يعني شغل جدا مقدر وشغل جدا ممتاز، ونتمنى يعني أن الناس تواصل في استعراض كل التقارير الخاصة بكل الإنجازات. فيعني التقرير ده أنا متأكد يعني أنه إن شاء الله يعني حيطلب من جهات عديدة وجهات كبيرة جدا يعني لعمليات إحصائية تحليلية حتى في مجال التعليم، وكمان لو وصلت وعملت مثلا تقرير عن التعليم في السودان، تعليم الجامعي، تعليم قبل المدرسي، أو حتى تعليم الفئات الخاصة الصم والبكم والأشياء، هذا صراحة حيكون في داتا ومعلومات كبيرة جدا يعني. وده بالنسبة لنا نحن يعني أول تقرير فيه، أول تقرير فيه معلومات أو داتا وبيانات عن السودان يعني، تمام، في مجال البحث العلمي. فزي ما ذكرت يعني في تقارير جدا كثيرة مفقودة، ومو يعني ما تقارير جدا أو كل التقارير ما عدا هذا التقرير، وشغل جدا ممتاز، وإن شاء الله يعني نتمنى المزيد. وشكرا جزيلا وبارك الله فيكم، وإلى اللقاء. شكرا جزيلا دكتور أمير، وشكرا بروفيسور عبد الباسط مريوت، وشكرا دكتورة مرام حسن. هم اشتغلوا على تنقيح التقرير اللغة الإنجليزية ويتنشر منه. أبشركم يا إخواني إنه تم نشر الإيديتوريال بتاع التقرير واقع البحث العلمي في السودان باللغة الإنجليزية في المجلة الأفريقية للعلوم للهندسة والتقنية، وأنا خطيت الرابط بتاعها في الشات هنا ده. فكتر خيركم كثير يا أخواننا، كان شغل مضني في زمن ضيق، لكن يا أخوت زي أقول هالمحرية فيكم، كتر خيركم جميعا. في سؤال هنا للمنصة اللي هو من دكتور محمد فضل، بيقول إنه هل في إحصائيات متوفرة لمجالات البحوث المتوفرة عندكم؟ إحنا طبعا عندنا 56 سب جروب، يعني الباحثين السودانيين دي في جروب كبير الناس بتعرفه، في مؤسسة الباحثين السودانيين، لكن في 56 سب جروب. السب جروب زين اللي هم بيقولوا عليهم scholarship groups, skills group وspecial interest group، يعني بحث مثلا أبحاث بتاعة الطاقة الشمسية عندها بحث، البيئة عندها جروب. بروفيسور نادر مشرف ومن المؤسسين بتوعنا المختبرات، أبحاث المختبرات الطبية، الأبحاث بتاعت البيطرة، الأبحاث بتاعت النيرو ساينس علم الدماغ والأعصاب، الأبحاث بتاعت النانو تكنولوجي، الأبحاث بتاعت الماتيريال ساينس، دي كلها عندها. لكن نحن الجروبات بنعملها بناء على حاجة واحدة، بناء على توفر خبرة تشرف على إدارة الجروب. يعني ممكن نعمل لنا جروب ويجي يقوم طالب ولا باحث يسأل سؤال ما في زول يجاوب عليه، ما بينفع. فعندنا حاجات تانية برضو سبورتينج للمسألة بتاع التعليم والريسيرش، مثلا عندنا سب جروب، عندنا جروب بتاع إجراءات الخدمة اللزامية توثيق الشهادات، دي حاجة أسئلة صدعنا بها في الباحثين السودانيين في 13 سنة، فقمنا شلنا الكلام ده كله خطينا في جروب وجبنا زول شغال في الخدمة اللزامية، ونقع أسمع عليك الله لو جزء سأل جاوب. عندنا جروب مختص بالقبول والتسجيل، وفيه أخونا عبيد البصاص ده شغال في مكتب القبول نفسه، ومع أحمد داود ده بعرفه كويس، بيشيل الحاجات كلها الأسئلة اللي ممكن تجي في أسهان الطلبة. واسي مبروك لأبنائنا وبناتنا نجحوا، وإن شاء الله ربنا يسهل للما نجحوا السنة الجاية ينجحوا، بيشيل كل الإجابات وبخدها لهم في الجروب، جروب واحد. عندنا جروب بتاع لغة إنجليزية في ناس دار يتعلموا دار بتاعنا آيلتس توفل بتاع، فيه 52 ألف نفر، والزور الكام مشرفة على الجروب ده أخذت الدرجة الكاملة في الآيلتس، جابت 9 من 9 سارة سيد أحمد، وعملت فيديوهات سلسلة بتاع فيديوهات كيف تجيب درجة عالية في الآيلتس. فالجروبات دي بتتعمل بناء على وجود اكسبرتيز خبرة. لو في ماينورتي ما بنتجاهلها، لو في 5 أنفار دايرين يعملوا جروب فرعي ما في مشكلة، لأن الجروب الفرعي ده أخوانا هيديك بتاع إدارة بالنسبة لنا والتنسيق. الجروب ده لازم يديره زول، لازم ينشطه زول، لازم يوصل الحاجات، لازم فيه أنشطة ولا كده. لو في 5 أنفار فيهم واحد اكسبرت مستعد إنه يكون مزول منهم، إحنا بنتبنى الجروب. وتبنينا قبل كده جروب للبحث العلمي في مجال تنمية الشباب، جاء واحد قال أخوانا جروبي فيه 10,000 نفر، أنا ما قادر أديره وما داير يعني خلاص أنا أمدن، هل ممكن تديرها باحثين سودانيين؟ قلنا ليه جيبه بنلقى له زول. فدي في جروبات كثيرة، والجروب الكبير الرئيسي ده
ممكن الناس برضو تسأل فيه وتطرح وتناقش يعني وكل الناس يعني. فبكده شباب نكون يعني ختمنا يومنا. نحن نشكر جزيلا الكنداكس المصديق على حسن قيادته لمشروع واقع البحث العلمي في السودان التقرير نمرة واحد، وكل أعضاء الفريق الناس الموجودين شفتوهم والناس اللي ما شفتوهم في غرف الكواليس تلقوا اسمهم موجود في التقرير اللي هو الروابط بتاعته بتاع التنزيل وتحميله موجودة عندكم هنا الآن. فكتر خيركم كثير. أحمد داود داس الساعة 4 ولا 5 صباحا عنده في كوريا، سلمى برضو الليلة يوم الأحد الويكند بتاعها، ونحن الشغل بتاعنا إلى آخره إلى آخره. أشكركم لحسن الـ يعني الاستماع والمشاركة والمساهمة. كل حاجة قالت عندكم مسجلة في الزوم، الزوم ده ناس بترجع له بتشوف منه التعليقات، حتى التعليقات في الفيسبوك ولا هنا في زوم بتاخدها وتشيلها. ونتمنى انه فعلا القياده بتاعت التقرير الجاي يكون مع دكتور عبد المنعم، زول ما شاء الله نوليجبل وليدر، وكلنا نكون فريق بتعامل كما جرت العاده في الباحثين السودانيين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.